بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلاوية وبيت كل الناس. كل يوم الحقيقة وبنسمع كلام كتير جدا جدا فيما يخص بيتسو موسيماني. مرة يقول لك جدد، مرة يقول لك ما جددش، مرة يقول لك مش عارف إيه اللي حصل، أصله كلام. طب معلش ثانية واحدة، خليكم معايا ثانية واحدة بس كده عشان مهم جدا. أنا قلت لهم يجيبوا لي وردة. جابوا لي وردة طبعا حمراء زي ما حضراتكم شايفين. الوردة الحمراء هنعملها بس زي بتاعت الوردة زي بتاعت زمان، اللي هو إيه؟ أيام ليلى مراد والكلام الحلو ده. جدد، ما جددش، موسيماني جدد، موسيماني ما جددش، لغاية لما نوصل لآخر ورقة. طب احتواء، طب ما فيش احتواء، طب الدنيا ماشيه ازاي؟ الدنيا مش يعني هنخلص الورد كله النهارده. النهارده انا عايز اتكلم مع حضراتكم في موضوعين، موضوع موسيماني. والله الورده دي فكره لطيفه جدا، يعني الموضوعين دول مهمين جدا بالنسبه لي وبالنسبه لكل الاهلاويه. الموضوع الاول هو موسيماني جدد ولا ما جددش؟ زي ما قلت لحضراتكم كده نمسك الورده ونقعد نقول جدد ما جددش، جدد ما جددش. وموقعين كبيرين، موقعين كبيرين. وعندي صور بس انا مش هعملها دلوقتي، مش هحطها دلوقتي عشان تبقى بس الامور واضحه لكل الناس. انا هتكلم بشكل عام الاول، او النهارده هتكلم بشكل عام علشان نعرف هو ايه اللي بيحصل مع النادي الاهلي. موقعين كبيرين من اسبوعين، واحد من الموقعين دول كتب ايه؟ من مصدر مسؤول داخل النادي الاهلي، موسيماني لم يجدد، او انا اسف، موسيماني جدد عقده مع النادي الاهلي النهارده أو امبارح. نفس الموقع ونفس المصدر المسؤول قال العكس. ده في أحد المواقع. طيب موقع تاني من شهر قال العكس برضو، قال إيه؟ قال موسيماني لم ولن يجدد مع النادي الأهلي. والنهارده قال إن موسيماني جدد وخلص. على الرغم من ده حصل، لا ده حصل ولا ده حصل. طيب خليني أضع أمام الجميع، خليني أضع أمام الجميع بعض الحقائق. ايه هي الحقائق؟ وليس تكهنات وليست مصادر. ما ينفعش مواقع لها اسمها وتاريخيه وكبيره جدا وتقول من اسبوعين ان موسيماني جدد وترجع النهارده تقول موسيماني ما جددش. وبعدين ما ينفعش مواقع تانية تقول موسيماني اصله جدد او ما جددش من اسبوع، وبعدين ترجع تقول النهارده ان هو جدد وخلص وعمل كل حاجه. رقم واحد الحقائق، خلينا نتكلم على الحقائق بعد الورد، خلينا نتكلم عن الحقائق. الحقيقة الأولى أن بيتسو موسيماني هو المدير الفني للنادي الأهلي حاليا وبعقد ممتد حتى نهاية هذا الموسم. هل في خلاف على هذه الحقيقة؟ طيب الحقيقة الثانية أن إدارة النادي الأهلي عقدت جلسة مفاوضات للتجديد في وقت سابق، ومن خلال المصادر الرسمية في النادي الأهلي لقناة الأهلي والمركز الإعلامي تحدثنا عن هذه الجلسة في هذه القناة وفي الموقع الرسمي. دي الحقيقة الثانية. رقم ثلاثة، الإعلام الرسمي للنادي الأهلي سواء المركز الإعلامي أو قناة النادي الأهلي اللي احنا بنتكلم منها مع حضراتكم هي أول جهة ستعلن عن وجود أي جديد سواء بالتجديد أو بوجود قرار آخر حسب رؤية إدارة النادي وقراراتها. مع احترامي لكل من يجتهد، هو المصدر اللي قالك من اسبوع ان موسيماني جدد، النهارده قالك ما جددش. والناحيه الثانيه او الموقع الثاني اللي موسيماني قالك ان هو ما جددش، المصدر اللي قالك ان موسيماني ما جددش من اسبوعين هو اللي قالك النهارده ان هو جدد. لا هذا الكلام صحيح ولا هذا الكلام صحيح. انا قلت لحضراتكم ثلاث حقائق مصر كلها عارفاهم، الاهلاويه كلهم عارفينهم على الاقل. يعني مفيش حاجه اسمها مصدر صرح. حكايه مصدر صرح دي مش موجوده في النادي الاهلي. النادي الاهلي عندما يكون عنده خبر هتلاقوه بيعلنه بشكل رسمي عنده قنواته الرسميه. لما بيحب يصرح باي شيء بيحصل، بيصرح سواء في المركز الاعلامي او من خلال القناه.
اشمعنى النادي الاهلي؟ طب ما في انديه اخرى وحابين ان انا اقول بالاسم اقول، في انديه اخرى عندها مشاكل في المدربين، وانديه اخرى بتنزل درجه ثانيه، وانديه اخرى انديه ثالثه غيرت مدربين، وانديه رابعه بيحصل فيها كذا، وانديه خمسه ما عندهاش مدرب، وانديه سته عندها مشاكل في اللاعبين، انديه سبعه ما عندهاش عندها مشاكل في تجديد اللاعبين، انديه ثامنه عندها مشاكل في ان هي ما كسبتش ولا مباراه، انديه في هنقعد نتكلم من هنا للسنه الجايه. هنقعد نتكلم من هنا للسنه الجايه، ولكن هي القصه دلوقتي هو موسيماني جدد ولا ما جددش؟ وكل يوم مصدر مسؤول من النادي الاهلي، طب ما تقول لنا قولوا لنا مين المصدر ده يا جماعه لو سمحتوا. لو ينفع يعني تقولوا لنا، هو حضرتك لو انا جيت انا واحد بيقرا فقريت الموقع بيقول من اسبوع ان موسيماني مش هيجدد، والنهارده هو نفس الموقع بيقول ان موسيماني يجدد. خلاص؟ انا كقارئ هعمل ايه؟ هقول له والله 100 100، هو موسيماني جدد ولا ما جددش؟ من اسبوع انت كنت قايل ان هو جدد والنهارده بتقول ما جددش. موقع تاني يقول لك من اسبوع قال ان هو ما جددش ودلوقتي بيقول ان هو جدد وخلص. كلام غريب جدا وبيحصل. ما اعرفش بيحصل ليه على الرغم من ان انا ما اتكلم عن النادي الاهلي طبعا. اتكلم وقول اللي انت عايزه. ولكن يا جماعه في انديه اخرى كثيره جدا جدا في الدوري العام المصري، في 17 نادي غير النادي الاهلي ها تقدر تعمل عليهم قصه الورده دي، جدد ما جددش، جاب مدرب ما جابش، جاب لعيب ما جابش، عمل فتره انتقالات شتويه كويسه ولا لا، تقدر تقول زي ما انت عايز. لكن بهذا الشكل وكل يوم صبح وظهر وبالليل ومصدر مسؤول ومصدر اساسي ومصدر ايه يا جماعه؟ يعني الكلام الحقيقه ما يصحش ما يصحش. ده اول موضوع. الموضوع الثاني هو خاص بمباراة امبارح وبمباراة النهاردة، أو بالنهاردة الزمالك كان لسه منتهية المباراة قبل ما أخش مع حضراتكم، وفاز الزمالك على فيوتشر 3-2، مباراة حلوة صراحة ما بين الفريقين. لكن يا جماعة أنا هنا لما بتكلم هكلم عن أداء تحكيمي، مش هكلم عن أندية ولا فرق. أنا بتكلم عن أداء تحكيمي. هو ليه؟ عشان كده أنا كنت بقول لحضراتكم أجيب الوردة وأقول احتواء ولا مش احتواء. أجيب الوردة وأقول احتواء ولا مش احتواء. عايزين نمشيها ازاي؟ مع الاهلي؟ انا هتكلم عن الاهلي طبعا. مع الاهلي؟ لا. اصل الاهلي كسبان 3 فممكن نكبر دماغنا في كام حاجه. امبارح احمد مودي لاعب فاركو في الدقيقه 21 خد انذار بسبب الاعتراض. في الدقيقه 31 اهو خلاص اعترض فخد انذار. طب حلو جدا. كابتن محمد معروف امبارح عمل كده، ادى لكابتن احمد مودي اللي بيعترض اداله انذار. كل الفل. حاجه حلوه جدا وكابتن محمد هايل ورائع وحاجه يعني بيطبق القانون، مش هايل ورائع، هو راجل بيطبق القانون. طيب بعدها وفي الدقيقه 36 في دقيقه 36 حاجه اسمها مسك اللاعب، مسك صارخ او مسك صريح، اهو اهو حضرتك اهو اهو. هل هنا هذا اللاعب احمد مودي يحتاج الى انذار تاني او كارت اصفر في هذه اللعبه؟ سالت كابتن ناصر عباس قال لي ايوه يا اسلام يحتاج الى او هنا لازم ياخد انذار تاني وكارت احمر. ولكن دي من عندي انا، ما سالتش لسه كابتن ناصر فيها دي. لكن بما ان النادي الاهلي كسبان 3 فلا مش لازم نخليه يبقى يخليه ياخد الكارت الاحمر. يا جماعه مش كده. هو امبارح من فضل حضراتكم، من فضل حضراتكم كل اللي احنا عايزينه العداله التحكيميه. هتقول يا عم انت بتتكلم في ايه؟ ما انت كسبان 3، انت كسبان امبارح 3، هو انت عايز ايه تاني يا عم اسلام؟ انت كسبان وعاملين ماتش حلو وراجعين من يا عم انا والله العظيم 3 ولا 4، انا لا انظر الى المكسب، انا انظر الى العداله. المكسب ان شاء الله هنكسب مفيش مشكله، ولكن لماذا يوجد لا يوجد احتواء؟ نظريه الاحتواء اللي طبقها التحكيم المصري حضراتكم عارفين ازاي، ومش احنا اللي قلنا، هم اللي قالوا. عشان كان الاهلي كسبان 5 ساعتها برضه، ولكن يمكن امبارح عشان الاهلي كان كسبان 3 في لغايه اللقطه دي، فقال لك كابتن محمد حب يطبق نظريه الاحتواء وما يطردش اللاعب مثلا. طيب ما هو لو طرد اللاعب كنت ممكن اجيب جون واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه او ممكن مثلا اوصل رقم 5 او 6 واقف.
معرفش كانت النتيجه هتبقى كام، ممكن كنت لا قدر الله يحصل حاجه تانية. ولكن انا جبت لحضراتكم الحالتين، جبت لحضراتكم الحالتين. ليه؟ لماذا لم يطبق كابتن محمد معروف القانون في هذه اللقطه اللي امام حضراتكم؟ انا معرفش. هل كابتن محمد ما اتفرجش على كاس العالم للانديه؟ ما اتفرجش على مباراه الهلال والاهلي بصفته مصري؟ واتطرد من الهلال اكبر نجمين من الفرقه بالقانون وبالعداله، والاهلي كان كسبان على فكره ساعتها 2-0 ومسيطر على الماتش. هنا في الدقيقه 21 انذار كابتن محمد اداه 10 على مش 10 على 10، هو ده الطبيعي ان هو يعمل كده. طيب الكره دي حضرتك ما اديتش انذار ليه؟ نفسي افهم ما اديتش انذار ليه يا كابتن؟ ده بخلاف ان هو شوح لك، يعني انا مش هتكلم في التشويح، معلش يا مودي والله، بس هي جت كده يعني. انت قدامي اهو اللقطه قدامي، وانت لما تشوف اللقطه دي اي لعيب في الدنيا هيشوف اللقطه دي هيعرف ان هو كان يجب على الحكم ان هو يدي انذار لمودي في اللعبه دي، وبعد كده يبقى يديله الكارت الثاني. فالحقيقه انا مش عارف الحقيقه لماذا لم يتم طرد لاعب فاركو امبارح النهارده. انا ماليش دعوه بمباراه، والله لو اللعبه دي اتعملت في مباراه تانية كنت هقولها برضه، ولكن اللعبه دي اتعملت في مباراه الزمالك وفيوتشر. ومحمد عبد الشافي الحكم استدعى فجاه، لقينا كابتن محمد عادل صاحب نظريه الاحتواء كان هو اللي حكم للفيديو في هذه المباراه، مباراه الزمالك وفيوتشر النهارده اللي لسه منتهيه. وكان الكابتن محمد الحنفي حكما للساحه في هذه المباراه، فجاه لقينا الكابتن محمد عادل ينده على الكابتن محمد الحنفي وبيقول له يا كابتن محمد تعالى بص في حاله طرد مباشر من الواضح، يعني الكلام كان كده، لانه القانون واضح ان انت ما ينفعش تستدعي الحكم الا لو كان في طرد مباشر. مش بتستدعيه على انذار، ما ينفعش تستدعي الحكم على انذار. انا ليه بقول القانون او ليه بقول اللائحه؟ لانها هتفيدنا بعد شويه، بعد دقيقتين ثلاثه من الكلام اللي انا بتكلمه ده. فانا مبدئيا ما ينفعش اكلم حكم الفار، ما ينفعش يكلم حكم الساحه يقول له تعالى الكره دي فيها انذار، لا، هو يقول له تعالى الكره دي فيها طرد. خلاص؟ فمحمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك دخل برجله على لاعب نادي فيوتشر. هذه اللعبه تستحق الطرد، تخيل حضرتك، او تستحق ان انت تكمل عادي زي ما انت عايز، الحكم هو اللي يختار، انا ما بقولش حاجه، الحكم هو اللي يختار. الحكم عمل ايه؟ عمل حاجه غريبه جدا. راح للفار وبعد ما شاف اللعبه المفروض احنا يرجع يا يطرد يا يقول لك العب. يا يطرد يا يقول اللي العب، لا، كابتن محمد الحنفي طلع انذار. في سابقه جديده في عالم كره القدم. ما نشوفهاش غير في مصر. الكلام اللي انا بقوله ده لو صحيح حد يطلع يقول لي يا اسلام انت بتقول غلط والكلام اللي القانون صح هيتم تطبيقه بهذا الشكل، يمكن انا مش فاهم او ما اعرفش، لكن اللي انا اعرفه وسالت فيه ما ينفعش الحكم يتم استدعائه ويرجع يدي انذار. لكن في سابقه غريبه كابتن محمد الحنفي كابتن محمد عادل كلمه وقال له تعالى شوف، فشاف رجع طلع حط ايده في جيبه وطلع طلع كارت اصفر ورجع وكمل اللعب. يا تطلع كارت احمر يا ما تطلعش خالص وتقول العب. هو الاحتواء ايه؟ كابتن محمد عادل على فكره هنا لم يخطئ. كابتن محمد عادل شاف الكوره فعمل اللي عليه واستدعى الحكم. لم يخطئ اللي هو كابتن محمد الحنفي. كابتن محمد الحنفي ما اعرفش الحقيقه اتعملت ازاي او حسبها ازاي. وبعدين يا جماعه انا كل اللي عايزه او كل اللي جمهور النادي الاهلي عايزه هو العداله التحكيميه فقط لا غير، انا والله ما عايز حاجه ثانيه. يا عم خليك في اللي انت فيه، انت كسبان امبارح وخلصت وكسبت يا سيدي. انا مش مساله مكسب، هي مساله ان انا عايز يكون هناك عداله في التحكيم للجميع. لو النادي للمره ال 500,000 ومليون، لو النادي الاهلي عليه ركله جزاء من فضلك احسبها، لكن لو ليا ركله جزاء او طرد احسبه.
بس هو ده اللي انا عايزه. الواحد ما قالش حاجه تانية، هو ده دايما الاتجاه اللي انا بروح له وبتكلم مع حضراتكم فيه. اللعبه اهي، انا معلش اللعبه امام حضراتكم، والله ما قصدي زمالك وفيوتشر خالص ولا حاجه، انا قصدي ان في لعبه، وانا هنا بتك على موضوع التحكيم لان المباريات القادمه هتبقى صعبه جدا. يعني يا كابتن محمد الحنفي، اللعبه دي لا تستحق الكارت الاحمر، تستحق كارت اصفر؟ ما كانش يجب ان هو يستدعيه كابتن محمد عادل حكم الفيديو، استدعى كابتن محمد حنفي حكما حكم الساحه علشان ايه؟ عشان هو كابتن محمد عادل شاف ان هي تستحق كارت احمر. على الرغم من ان محمد عبد الشافي، انا بتكلم محمد عبد الشافي شخص محترم جدا، وبالمناسبه محبوب من ناس كتيره جدا في مصر، ولاعيب كبير وعنده تاريخ، انا ما بتكلمش عن محمد خالص ولا، لكن دي لعبه قدامي حصلت فبحكيها. هو ليه امبارح حصل كده مع النادي الاهلي وليه النهارده حصل كده مع انديه اخرى؟ بغض النظر كان ممكن يحصل ده مع ناديين تانيين، لكن امبارح في مباراه الاهلي مع فاركو حصل كده. مش الكره دي ممكن تحصل في مباراه تانيه مثلا، اهلي وزمالك، اهلي وبيراميدز، اهلي واسماعيلي، اهلي ومصري، اهلي واتحاد، ويكون النادي او اي فريق، الاهلي مع اي فريق والنادي الاهلي متعادل او متاخر والكره دي تفرق معاه، بتاعت الكابتن محمد معروف امبارح. حاجه غريبه جدا. سهل جدا يا كابتن محمد ان انت تطبق القانون، سهل جدا يا كابتن محمد الحنفي النهارده ان انت تطبق القانون. على فكره ممكن اي فريق يكسب او اي فريق يتغلب، ما عنديش اي مشكله، اللي عايز يكسب هيكسب بمجهوده، واللي عايز يتغلب خلاص اتغلب لانه يستحق الهزيمه. لكن امبارح الاقي حاجه والنهارده الاقي حاجه تانية، امبارح الاقي مفيش احتواء والنهارده الاقي في احتواء من كذا حته ومن كذا اتجاه في انديه اخرى، مش الكره دي بس وفي غيرها. فانا عندي مشكله مع التحكيم يجب ان يتم حلها، مش عشان انا كاسب 3-0 او 3-1 ما تدينيش حقي، او في نفس الجانب مش عشان انا مغلوب برضو تتعاطف معايا. انا مش عايز حد لا يتعاطف او تحتويني ولا ما تحتوينيش، انا كل اللي عايزه ان انا اخد حقي، حقي فقط، وحقي بالمناسبه وبالقانون طبعا، حقي القانوني معايا اللي بيتم تطبيقه عليا يتم تطبيقه على بقيه الانديه مش انا بس. اللي يكسب مبروك واللي يتغلب هارد لك والكلام ده حلو وجميل وكل حاجه، ولكن نحن نسعى لعداله تحكيميه علشان والله لو في عداله تحكيميه اي حد هياخد الدوري ان شاء الله الاهلي اللي هياخده، لكن لو اي حد هياخد الدوري هنقول مبروك، تخيل بس يكون هناك عداله تحكيميه. العدالة التحكيمية يجب أن تكون متواجدة في مع ال 17 فريق بجانب النادي الأهلي طبعا. هو ده اللي أنا بتكلم فيه. فالحقيقة النهاردة الموضوعين دول كانوا مهمين جدا، موضوع موسيماني وموضوع التحكيم في مباراة الأهلي امبارح، والنهاردة في مباراة فيوتشر والزمالك. امبارح الأهلي وفاركو، النهاردة شفنا حاجتين عكس بعض تماما، ومش انا اللي بقول والله، ما انا الصوره امام حضراتكم، وقولوا لي اذا كان الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا غلط، بس مش عايز حاجه ثانيه. كل اللي بطلبه ان انا ولا بضغط على حكام ولا بعمل على حكام ولا الكلام ده كله، كل اللي انا عايزه ان يكون هناك عداله تحكيميه. طيب نطلع نشوف راي الجمهور في اداء نادي الاهلي امام فاركو امبارح، ونرجع نكمل مع حضراتكم. تغييرات موسيماني بصراحه اللي فرقت، بس يعني المفروض ان هو الفتره دي حسام حسن افضل شويه، لان تغيير حسام حسن في اخر الماتش كده الموضوع ما كانش كويس. اللعيب اللي فرق محمد شريف امبارح، اللعيبه وده النادي الاهلي ومعودنا على كده طبعا، وطبعا هو الدوري شيء بالنسبه لنا هو مش عادي، بس برضه دي بطوله كبيره بالنسبه لنا ودي البطوله المحليه لينا. لا اداء الاهلي امبارح كان بصراحه كان ممتاز، بس هو ما كانش موفق في اللمسات الاخيره معظمها يعني، واحسن واحد كان موفق وعجبني امبارح انه سجل محمد شريف صراحه، قفشه كان خرافه نص الملعب. طبعا مباراه الاهلي امبارح كانت ممتازه، ومحمد شريف وقفشه كانوا ممتازين، وان شاء الله الاهلي تقدم على طول. شايف 4 2 3 1 احسن بكتير من 4 3 3. اللعيبه اللي فرقت في الماتش احمد عبد القادر وقفشه، الاثنين مع بعض في الماتش بيعملوا يعني كلام كويس في الملعب. الاهلي ممتاز 10 على 10 في ماتش دوس، كنا كويسين جدا بس التوفيق او الحظ. الحمد لله امبارح عملنا ماتش كويس، حمدي فتح الله اكبر عليه بامانه، يعني بشكر اللي جابه الاهلي. بالنسبه لما موسيماني
حط كل لاعب في مكانه بصراحه ظبطوا العمليه. هو الاهلي يعني فريق كبير واحنا دايما وراه بنشجع الاهلي وبيفرحنا دايما. طيب خلينا نتكلم بقى عن مباراه امبارح، مباراه مهمه جدا. النادي الاهلي فاز على فاركو باربعه اهداف مقابل لا شيء، وكيف يعتذر النادي الاهلي ولاعبه عن شيء غلط عملوه من خلال المباراه اللي حضراتكم شفتوها امبارح دي. انا عارف ان ده نص اعتذار، واحنا حتى يعني الواحد لما يجي يتكلم مع الناس بيقول لهم ان ده نص اعتذار. النص الثاني ان شاء الله يوم السبت، ان شاء الله يوم السبت القادم هنبقى نتكلم عن هذا الامر، ولكن النهارده او امبارح نص اعتذار. نص اعتذار ده ايه؟ ان انت عملت مباراه هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا عايزينه. كره من اليمين وكره من الشمال واوفر من اليمين واوفر من الشمال، ومحمد شريف يرجع يجيب جوان ثاني. عمري ما كان عندي شك في محمد شريف، عمري ما كان عندي شك في محمد شريف والله بجد. عشان كده لو تلاحظوا انا ما كنتش بتكلم عن محمد الفتره اللي فاتت خالص، لكن عمري ما كان بيبقى عندي شك عن محمد شريف، عمري ما كان بيبقى عندي شك في محمد مجدي قفشه واللي بيعمله محمد مجدي قفشه. ليه؟ لان الاساس ان اللعيبه دي لعيبه كبيره جدا جدا وعاملين شغل رائع جدا. عمري ما هيبقى عندي شك في احمد عبد القادر لانه من ناشئين النادي الاهلي، فعمري ما هيكون عندي شك فيه. مش انا لوحدي، كل جمهور النادي الاهلي الموهبه باينه وواضحه. كان نفسي محمد شريف يجيب جول ثاني وثالث ورابع، ليه لا؟ ليه لا؟ ولكن ما عنديش اي مشكله، ما بقاش الواحد بيبقى مبسوط وسعيد بالاداء. امبارح واحنا قاعدين تلاقي دايما لما النادي الاهلي بيجيب جول بيغير مودك كاهلاوي، بيتغير مودك وبتلاقي نفسك بتتكلم بطريقه لطيفه والدنيا حلوه وكل حاجه حلوه والدنيا ماشيه لكن لما تيجي تتفرج على الفريق امبارح، المباراه دي اعلى من مباراه سان داونز، على الرغم من ان انت لم تكن سيئا في مباراه سان داونز. انا بقول الكلام ده انا عارف ان في ناس لكن بتنتقدني دلوقتي، مش هقول بتشتمني لكن بتنتقدني، لكن هي دي الحقيقه، ان مباراه سان داونز احنا عملنا مباراه جيده ولكن سوء التوفيق وان احنا ما عرفناش نجيب اجوان، وبالتالي كان عندنا اخطاء. اما هذه المباراه كل حاجه كانت كويسه، من اول هجمه رحت جبت جون، في الثاني في الثالث في الرابع الموضوع انتهى، خلصت الماتش بدري بدري، الاول في الثاني في الثالث، فخلصت الماتش بدري بدري، فبقيت قاعد مستريح. اللعيبه بقت تلعب وهي مستريحه وبراحتها، فما بقاش في ضغط على اللاعبين خلاص. عمرو السوليه وحمدي فتحي عاملين مباراه هايله جدا رائعه، عبد القادر ومجدي قفشه وطاهر وشريف او ميكيسوني وشريف حاجه رائعه، اداء راقي جوه الملعب. عمرو السوليه ده لعيب الحقيقه انا عايز ادي لعمرو ده حقه بكل الطرق، يعني عايز اقول عليه واحد من افضل اللاعبين بهذا المكان في مش عارف، يعني عايز اديله حقه. هو واخد مش واخد، انا وجهه نظري هو مش واخد حقه اعلاميا، هادي وقائد جوه الملعب. شفته امبارح الكوميكس اللي موجوده على او مش كوميكس، الفيديو اللي معمول له على فيسبوك وشفناه وهو بيتكلم، لكن امبارح وانا هنا هروح لحسام حسن. كابتن حسام حسن، وجودك في النادي الاهلي في حد ذاته شيء مهم جدا 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 بالنسبه لك وبالنسبه لاي لعيب بيجي النادي الاهلي وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي، ان هو يشوف هداف كبير زي حسام حسن متواجد في النادي الاهلي. وبالمناسبه وجود الكابتن حسام حسن في الاهلي شهاده ان هو لعيب كبير، فاحنا متفقين، احنا متفقين ان حسام حسن ده لعيب كبير ما بيلعبش، لازم الدنيا تفضل واقفه معايا شويه، لازم تبقى اقوى من كده، لازم تبقى عندك. انا عارف ان الواحد ساعات بيبقى من جواه حماسه كبيره جدا 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 بتتقلب لدموع، وده ان دل فبيدل على ان الشخص ده شخص طيب. حسام حسن شخص طيب. حسام حسن انا بقول لحضراتكم هيبقى واحد من اهم اللاعبين اللي جم النادي الاهلي الفتره اللي جايه. ياخد بس ويلعب، ياخد ويلعب، دي مش انا اللي اقول، المدير الفني اللي يقول مش انا، ولا انا ولا حضراتكم، المدير الفني اللي يقول. لازم تبقى اقوى من كده، لازم تبقى يا حسام اقوى من كده. النادي الاهلي شخصيه اللاعب مهمه جدا جدا جدا. انا متاكد متاكد ان الدعم اللي شافه حسام حسن من امبارح للنهارده هيفرق معاه في اللي جاي كتير جدا جدا جدا، ولكن انا بقول لك
انتظر تألق غير طبيعي الفترة اللي جاية إن شاء الله، إن شاء الله بفضل دعم جمهور النادي الأهلي وبفضل مساندة جماهيرية كبيرة جدا للنادي الأهلي. وأعتقد إن المدير الفني بيتسو موسيماني هو وافق على وجود حسام حسن، وبالتالي الكل متفق على إن حسام حسن واحد من أهم وأفضل اللاعبين ومن أهم وأفضل الصفقات اللي جت للنادي الأهلي. مش عايزك تتهز. الفترة اللي جاية فترة صعبة، والفترة اللي جاية لو جبت جون واحد بس نزلت خمس دقايق، العب الخمس دقايق، العبهم. مساندة جمهور الأهلي اللي حاصلة لحسام من امبارح للنهاردة، ومساندة اللاعبين ومساندة الإدارة ومساندة المدير الفني، أعتقد إن هي خير دليل على إن النادي الأهلي أو إن شهادة تقدير بوجودك داخل النادي الأهلي وإن أنت لعيب كبير. فكمل يا حسام، ما يهمكش أي حاجة، كمل وارمي ورا ظهرك وركز في اللي جاي وفكر في اللي جاي، لان اللي جاي صعب جدا جدا جدا، ممكن جدا كل ده يتشال وتكون سبب في فوز النادي الاهلي ببطوله من البطولات القادمه ان شاء الله ان شاء الله، لان انت في الاساس لعيب كويس جدا جدا جدا. مكملين مع حضراتكم في الدوري الممتاز، وهستعرض مع حضراتكم النتائج الاخيره في مباريات الدوري الممتاز. النهارده كان في عدد او بدايه مباريات، بكره ان شاء الله هيكون في بدايه مباريات. خلينا نروح لنتائج مباريات الدوري. سموحه وغزل المحله، وفوز سموحه على غزل المحله في اولى مباريات هذه الجوله بهدفين مقابل لا شيء في ظل نقص عددي لفريق سموحه. ثم اول فوز لإسترن كامبني بهدف مع المخضرم الكابتن علاء عبد العال بهدف مقابل لا شيء ضد واحد من الفرق القويه الحقيقه، ونادي سيراميكا كليوباترا مع مديره الفني كابتن هيثم. ثم تعادل ايجابي ما بين الاتحاد السكندري بقياده كابتن حسام حسن وطلائع الجيش بقياده كابتن طارق العشري، وهزيمه من الجونه او هزيمه الجونه من البنك الاهلي بهدفين مقابل لا شيء، وكابتن رضا شحاته مدير فني الجونه وكابتن خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلي. ثم تعادل مصر المقصة مع الإسماعيلي بعد الفوز، أو بعد ما كان فايز النادي الإسماعيلي، كان فايز على مصر المقصة بهدفين مقابل لا شيء، وكان من الممكن واحتسب للنادي الإسماعيلي ركلتي جزاء، والاثنين ضاعوا منهم واحدة في الدقيقة 95 أو 94، وكانت النتيجة تعادل إيجابي ليكمل الإسماعيلي سلسلة اللا فوز حتى هذه المباراة. النادي الأهلي بيفوز على فيوتشر بأربعة أهداف، أو أنا آسف على فاركو، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد. ثم فوز الزمالك على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين. خلونا نروح لنجم هذه الجولة قبل بس ما نتكلم عن مباريات بكرة، كابتن علاء عبد العال. يا كابتن علاء إزي حضرتك، وألف ألف مبروك الفوز الأول لفريق إسترن كامبني. ويعني خليني أخد كلامك اللي أنت قلته، إن أنت قلت يعني إن ما قبل فترة الانتقالات الشتوية شيء، وما بعد فترة الانتقالات الشتوية شيء آخر. أهلا بيك كابتن إسلام، وحشني كتير ويخليك يا كابتن، بارك فيك. وكان فوز فعلا مهم جدا في الوقت الحالي. نعم. وفعلا أنا كنت صرحت، وكان اتفاقي مع مجلس إدارة نادي إستاد كومباني، إن ما بعد الانتقالات الشتوية وقتها بطولة أمم أفريقيا هبقى في كلام آخر يعني. وفعلا الحمد لله لعبنا ثلاث مباريات تم التعادل فيهم مع الاتحاد السكندري في اسكندريه والمصري في برج العرب، وكسبنا اخر مباراه مع سيراميكا كليوباترا. نعم. فالنتائج اختلفت الحمد لله للافضل. شكل الفرقه اختلف، ويمكن كان برضه الشكل اختلف النتائج من مباراه كاس الابطال الاخيره، واستكملناها بمباراه الدوري الممتاز الحمد لله. مكسب مهم يعيد الثقه للاعبين ان هم يقدروا يصمدوا فرق كبيره ويقدروا يكسبوا كمان، فكنا محتاجينه جدا بعد ما كان الكل بيقول ان خلاص يعني استاد كومباني مش هيحصل على اي. لسه كنت هقول لك دلوقتي حالا الكلام ده، ان الكلام اختلف دلوقتي، ان استاد كومباني كان الفتره اللي فاتت كان بيقال ان هو اول فريق، انا بقولها لك بصراحه اول فريق هينزل. دلوقتي الكلام اصبح لا، استرن عمل فتره انتقالات شتويه جيده، وبالتالي ممكن جدا يكون من الفرق المتواجده. والله طبعا هو دوري قوي ودوري صعب، النقطة فيه غالية. برضو الانتقالات الشتوية اللي احنا جبنا، احنا ما جبناش لعيبة نجوم يعني، احنا برضو في ظل الوكالات المادية المتاحة القليلة
قدرنا نستعوض واختيارنا للعيبه اللي هي موجوده في انديتها وما بتلعبش. مظبوط. يعني بس دي طريقتك يا كابتن علاء طول عمرك، يعني طول عمرك اذا كان هناك ان انت تستعين بالنجوم لكن انت دايما بتجيب او بتخلق نجوم. الحمد لله، يعني انا اتمنى طبعا معايا نجوم لعيبه تسهل لك امور كثيره، يعني زي ما فيوتشر دعم، زي ما فاركو دعم، هم فرقتين صعبين. نعم. انما المتاح هو اللي كان صعب. عارف انتقالات يناير وفات 7 مباريات بس من الدوري او 8 مباريات ودخلت انتقالات يناير، فما فيش فريق في الدوري هيسيب لعيب عنده نجم. مظبوط. رقم واحد او رقم اثنين. مظبوط. فبدات اشتغل على اللعيبه اللي هي رقم 3 مثلا في فرقتها او ما بتشاركش بصفه كبيره، وتفوت مع اللعيبه سواء من خلال اداره النادي او من خلال الوكلاء. فاللعيبه اللي جت لا جايه عارفين ان هم هياخدوا فرصه جيده جدا معايا في الفريق. واعتقد يعني ظهر منهم لعيبه كويسه زي احمد دعدور، زي عماد ميهوب المثير في الرغم ان هو تحت السن. لا هو علاء ميهوب رجع يلعب تاني؟ لا عماد. لا انا بهزر، انا عارف. انا سمعت عماد. علاء ميهوب خلي بالك، علاء ميهوب كان لعيب كبير قوي. علاء ميهوب كان يكسبك الماتشات دي كلها وهو واقف. لا علاء كان لعيب كبير قوي، يعني بالذكر يعني. لا كان لعيب وسط ملعب سابع عصره. مظبوط. اللي هو اللعيب رقم 8 اللي بيزيد اللي احنا بنقول عليه دلوقتي 8 و10. ايوه هو كان بيشتغلها بشكل رائع يعني. كابتن علاء انت برضو، انا اسف جدا وانت هقطعك بس في النقطه دي، انت يعني مشيت 2 نجوم يعني اعتقد اسامه العزب وصلاح عاشور، 2 لهم اسمائهم وخبرات كبيره في الدوري العام المصري وجبت مكانهم وراهنت على اسامي اخرى. يعني ازاي بتعرف تاخد القرار في مثل هذا الامر، خصوصا ان انت يعني فتره انتقالات شتويه زي ما حضرتك بتقول، مش مثلا فتره انتقالات او بتغير فريق او كذا. بص يا كابتن اسامه، هو كل الاحترام للاسماء دي طبعا، مش صلاح عاشور بس، لا صلاح واسامه عزب وعرف السيد وعاصم سعيد ومحمد عصام، يعني اكثر لاعب. انما انا اتكلمت مع الاداره واتكلمت مع الجهاز الفني ان دول مش هيخدموا طريقه لعبي او اللي انا عايزه. هم لعيبه كويسه وكان ليهم اسم كبير وقعدوا في الملاعب، انما الفتره الحاليه دي لا، عايزه لعيبه تنفذ الشغل اللي انا عايزه. فهو قرار جريء والقرار انا تحملت مسؤوليته. بس بامانه اللي دعمني بقوه المهندس نصر عبد العزيز رئيس النادي، قال اللي عايزه علاء عبد العال يتعمل. يعني وما كلفتش النادي. يعني خلي بقى حضرتك، ما كلفتش النادي. بالعكس، اللعيبه اللي مشيت دي كانت تعاقداتها للموسم ده اغلى من اللعيبه اللي انا جبتها. مظبوط. فالمهم انت تجيب اللعيب اللي هو ينفذ لك الشغل بتاعك، وعشان كده تم الاختيار. انما الموقف لسه صعب ولسه طبعا الدنيا طويله. احنا خدنا خطوه كويسه. يا رب نستمر عليها الفتره الجايه ان شاء الله. يا رب يا كابتن علاء. معلش اخد بقى حضرتك لجانب اخر، النادي الاهلي. النادي الاهلي في مبارياته الافريقيه، شفت مباراته الاخيره وهزيمته امام سان داونز بهدف مقابل لا شيء، ازاي من قبلها تعادل النادي الاهلي مع الهلال السوداني؟ لا هو طبعا التعادل مع الهلال السوداني اعتقد ده كان امر طبيعي في ظل الظروف اللي هم كانوا فيها وحاله الارهاق.
بين الانديه المصريه والانديه السودانيه. نعم. من ناحيه اشقاء واخوات، انما كل واحد عايز يثبت الوجود، وبس، وخاصه ان الهلال بيلعب بطل القاره. مظبوط. واي فريق يلعب بطل القاره اللي هو النادي الاهلي هيعمل له الف حساب وهيعمل معاه نتيجه ايجابيه. فده انا شايفها نقطه طبيعيه في السودان. انما اللي احزننا هو الهزيمه الاخيره من صن داونز، رغم ان الاهلي افضل. يعني الاهلي اضاع كميه فرص غير عاديه. انما ده امر طبيعي برضه. يعني انا عن نفسي مش قلقان على النادي الاهلي، ومش قلقان على مشواره. ويحسب للعيبه النادي الاهلي وجهازه ان بعد الهزيمه قدروا يعملوا مباراه كبيره امبارح قدام فاركو. مظبوط. يعني ويفوزوا 4-1 واستثمروا. هنا بقى الفرق ما بين مباراه واخرى. هنا بتجيب 3 اهداف في 12 دقيقه، والفرص اللي بيجي لك بيجيبها جوان في 12 دقيقه، والمباراه اللي بتاع صن داونز على مدار ال 90 دقيقه اكثر من 6 7 8 فرص محققه مش عارف تجيب منها حاجه. فهنا التوفيق وعدم التوفيق. انت اللي هناك ايه؟ لو مستوى النادي الاهلي وحش، انما لا احنا شايفين
يعني انت مطمن من المستوى اللي حتى بعد الهزيمه، يعني الهزيمه بالنسبه لك لكنها سوء توفيق اكتر من سوء اداء. بالظبط كده كابتن اسلام، وده وارد، وده وارد جدا في كره القدم، وفي انديه كبيره تتعاقل، انما المهم العوده سريعا. واعتقد النادي الاهلي خاض المسائل دي قبل كده ودخل في التجارب دي قبل كده وقدر يرجع بسرعه، وان شاء الله الثلاث مباريات اللي فاضلين هيفوز بيهم. عنده اربعه كمان، اربع ماتشات، ثلاثه على الارض وواحده بره. ان شاء الله على الاقل هيفوز بثلاثه، وان كان يتعادل المباراه الرابعه مثلا مع صن داونز وما فيش مشكله ممكن يكسب هناك ويوصل للادوار النهائي ان شاء الله. المباراه اللي جايه امام المريخ السوداني يوم السبت القادم شايفها ازاي؟ شايفها مباراه صعبه، وخاصه المريخ ماشي كويس، اربع نقط المريخ عنده امل وهيقاتل طبعا. اكيد لازم النادي الاهلي يستعد، انما ما بشفق على النادي الاهلي ولاعيبته من زحمه المباريات. مباريات الاهلي يلعب حوالي خمس مباريات في 12 يوم ومتواصله، منهم بطولات افريقيا وبطولات دوري. انا بشفق على اللعيبه وبشفق على الجهاز. ربنا يعينه ان شاء الله. كابتن علاء انا بشكرك جدا جدا على وجودك معانا. كابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق ايسترن كامباني، طبعا زي ما حضراتكم عارفين يعني بيحاول طبعا الكابتن علاء ان هو يعود بفريق ايسترن كامباني لمباريات الدوري الممتاز، لانه المباريات الاولى ما قبل فتره الانتقالات الشتويه كانت الامور مختلفه تماما عن الامور دلوقتي. كل التوفيق لفريق ايسترن كامباني. خلينا نروح ايضا لمباراه بكره. بكره ان شاء الله عندنا مباراه في بطوله مباريات في بطوله الدوري الممتاز المصري، او مباراه واحده هي مباراه المقاولون العرب ضد نادي بيراميدز، هتبقى في تمام الساعه 5:30، ثم مباراه اخرى في تمام الساعه 3:00، والنادي المصري يلتقي بنادي امبي. نادي المصري طبعا ماشي بشكل جيد في البطوله الكونفدراليه، وايضا نادي بيراميدز يمكن الهزيمه الاخيره للمصري قد تؤثر عليه. ايضا نادي بيراميدز الحقيقه اللي ماشي بشكل رائع جدا في بقيه المباريات وفي حتى في المباريات الافريقيه الحقيقه، وبالتالي هتكون مباريات صعبه جدا سواء للمصري او لبيراميدز او لامبي او لنادي المقاولون العرب. الاهلي يؤمن الصداره، صداره الدوري الممتاز. خلونا نطلع نشوف تقرير، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نتكلم عن اخبارنا، اخبار البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه عايز اتكلم مع حضراتكم عن مباراه المريخ يوم السبت القادم، مباراه هامه جدا. احنا النهارده عارفين زي ما حضراتكم عارفين اخر يوم لينا، فمش هنطلع غير يوم الاحد ان شاء الله ما بعد مباراه الاهلي والمريخ. ان شاء الله تكون هذه المباراه الانطلاقه الحقيقيه في دوري الابطال، على الرغم برضو انا اسف ان انا بقول هذا الكلام وبكرره، ان مباراه النادي الاهلي ضد فريق صن داونز لم تكن سيئه، كان هناك سوء توفيق غير طبيعي، لكن فقدنا 3 نقاط، خدنا نقطه من الهلال السوداني. عندنا ان شاء الله مباراه ب3 نقاط، سواء هتلعبها في مصر، سواء هتلعبها في المريخ، سواء هتلعبها في السودان، ما عندناش اي مشكله. النادي الاهلي بينظر لهذه المباراه ان هو كيف يفوز، لازم يفرح جمهوره في هذه المباراه. امبارح موسيماني قال احنا طريقه اعتذارنا لجمهور النادي الاهلي كانت من خلال مباراه فاركو امبارح. لا، انا بقول ان ده نص اعتذار فقط، النص الثاني ان شاء الله، ان شاء الله في الثلاث مباريات الافريقيه القادمه، لانها مباريات مهمه جدا جدا جدا، وان شاء الله اللي هتصعد بالنادي الاهلي لدور الثمانيه او لدور ال16، وبعد كده نبتدي بقى نتكلم في اللي هيحصل بعد كده. فمباراه المريخ دايما مباريات صعبه، خصوصا والله وانا بتفرج على مباراه المريخ وصن داونز، كانت اول مباراه للمريخ، اتفرجت على المباراه كلها، قلت ان المريخ هيبقى منافس قوي للاهلي وصن داونز على الصعود للدور القادم. المريخ فرقه جيده، بيعرفوا يقفوا، بيلعبوا بطريقه اللعب السودانيه اللي عارفينها كلنا، الداشنج، القوه في الاداء، بسم الله ما شاء الله رجلهم طويله فبيجيب الكره من اي حته، السرعات الكبيره، الجمبات العاليه. لكن النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله يستطيع ان يفوز في هذه المباراه. انا بتكلم من الناحيه البدنيه، لان احنا النهارده ان شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقه هيكون معايا ايمن جلبرتو واحمد الحنفي، هنتكلم معاهم عن المباراه القادمه، ازاي نكسب المباراه القادمه ان شاء الله، او نلعب المباراه القادمه على الفوز ان شاء الله. عشان كده مباراه مهمه، مباراه صعبه جدا جدا جدا، كيف سيلعب موسيماني في هذه المباراه، خصوصا في ظل زي ما حضراتكم سمعتوا من الكابتن علاء عبد العال انه
هتلعب ازاي في ظل هذا الضغط الكبير جدا من المباريات. عندك مجموعه اللاعبين بتحاول تعمل الروتيشن ما بين ده وما بين ده. امبارح كان قاعد اليو دانجو بعدين نزله في الدقائق الاخيره ثم خرج فلان علشان يريح فلان وهكذا. هو ده الروتيشن اللي بيتعمل، هو ده اللي انا اقدر اعمله لانه العمود الفقري في النادي الاهلي معروف معروف، ما ينفعش ان انا اقعد حد فيهم لان كل المباريات مهمه والنادي الاهلي يلعب على كل المباريات. عشان كده ان شاء الله يوم السبت القادم مباراه مهمه جدا وصعبه جدا، ان شاء الله تكون بدايه انطلاقه جيده في البطولات الافريقيه. تاريخ مواجهات الاهلي والمريخ السوداني من باب التفاؤل طبعا، هنطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. يقف التاريخ في صف النادي الاهلي قبل مواجهه شقيقه المريخ السوداني مساء السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا، حين يسعى المارد الاحمر وحامل اللقب لتحقيق الانتصار والعوده الى المسار الصحيح. لعب الاهلي مع المريخ السوداني 8 مباريات منها 6 مباريات في دوري ابطال افريقيا ومباراتان في بطوله افريقيا لابطال الكؤوس. فاز الأهلي على المريخ في 5 مباريات وتعادل في مبارتين، وفاز المريخ في مباراة واحدة. أحرز الأهلي 16 هدفا وأحرز المريخ 7 أهداف. بدأت مواجهات الفريقين بمباراتي دور ال 32 لدوري الأبطال عام 1983، وحقق الأهلي فوزا بهدف للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي، وهو الانتصار الأول في تاريخ مواجهات الفريقين، بينما كانت المواجهة الأخيرة في دور المجموعات في البطولة الماضية 2021 والتي فاز الأهلي بلقبها. ويظل فوز الأهلي على المريخ السوداني بالخمسة في عام 1993 هو الأكبر في نتائج مواجهات الفريقين. ان شاء الله ان شاء الله تكون مباراه جيده وتكون بدايه انطلاقه جيده صافره انجوليه لاداره هذا اللقاء الاهلي والمريخ. اختار طبعا الاتحاد الافريقي، ده اول الاخبار اللي معانا. الاتحاد الافريقي اختار الحكم الانجولي هيلدر مارتينيز لاداره لقاء النادي الاهلي ضد نادي المريخ السوداني. نادي الاهلي يواجه شقيقه يوم السبت المقبل على استاد الأهلي والسلام في إطار مباريات مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. إن شاء الله يكون حكم جيد، إن شاء الله إن شاء الله. أنا ما أعرفش، لكن إحنا ظلمنا ظلم بين وواضح من الكابتن رضوان جيد. أتمنى أن هيلدر مارتينيز يكون حكم جيد في هذه المباراة. والله أنا لا أطلب شيء، أنا بس عشان الناس بتقول أنت بتضغط على، أنا لا أضغط على حد. حضرتك احكم كويس، هعمل الحلقه كلها على طاقم التحكيم واطلع سقف له لو عايزين اتشقلب له هتشقلب له، ما عنديش مشكله. بس جايد فعل مش اسم. مش اسمه رضوان جيد، يعني كابتن رضوان انا بعتبره من الحكام الجيدين جدا، وكابتن محمد معروف برضو من الحكام الجيدين جدا، والكابتن كل الناس كل المصريين الحكام المصريين هايلين وكل حاجه، ولكن حضرتك ما بتخطئش غير في حاجه واضحه وقدام الناس. قدام الناس شايفاها، مصر كلها شافتها، مش اسلام بس ولا الاهلاويه بس، مصر كلها شافتها. هي ايه المشكله؟ واحد خد انذار، ما تديله التاني وتطلعه وطرده. لو حصلت مع النادي الاهلي جري تلاقي الكارت والبتاع وتفضل، الكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. لكن عموما هيلدر مارتينيز بيدير هذا اللقاء وبيساعده المساعد جيرسن ايميلين ومولدا موس، وزي ما حضراتكم عارفين هذا الدور بيكون من غير فار. هنشوف. ايضا تم اعلان جدول مباريات دور ال 32 لكاس مصر من خلال الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه الاستاذ جمال علام. مباريات دور ال 32 بكاس مصر اللي تنطلق يوم 10 مارس الجاري يتضمن الجدول المعلن من جانب الاتحاد. تحديد ملاعب مباريات الأهلي مع المصري بالسلوم والزمالك مع الداخلية دون ذكر مواعيد المباريات بشكل محدد. السبب هقوله لحضراتكم ولكن في الخبر القادم.
تأخير مباريات الثلاثي الإفريقي بدور 32 لكأس مصر، هو ده عشان هو ده السبب ليه لم يتم إعلان مواعيد مباريات الأهلي والزمالك الأفريقية. كشف الأستاذ عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن الأهلي والزمالك والمصري سيخوضون لقاء دور ال 32 في كأس مصر في شهر يونيو المقبل، شهر يونيو المقبل دون اللاعبين الدوليين. وصرح المهندس عامر حسين أنه لا يوجد أي وقت لإقامة مباراة الأهلي مع المصري بالسلوم والزمالك مع الداخلية والمصري مع المنصور. كده عندنا كاسين. أنا الحقيقة حتى هذه اللحظة مش عارف أتكلم في موضوع الكاس، ما نشوف. أنا بس مستني القرارات تصدر، لأن أنا عارف بعض الأمور أستنى القرارات لما تصدر ونشوف نتكلم فيها براحتنا. يعني كاس لسه وكاس لسه وكاس جاي وكاس فات لخبطة، ويعني ممكن تلاقي الأهلي بيلعب في الدور ال 32 ودور الثمانية. احسبها زي ما تحسبها. ونخش على كاس السنة الجاية ممكن نلعب في دور ال 32 أو ال 64 مش عارف. احسبها زي ما تحسبها وشوفها زي ما تشوفها. عموما أنا بقرا الخبر وخلاص، أنا عايز أقرا الخبر وخلاص، مش عايز كاسات العذاب اسمها دي، مش كاسات مصر، كاسات العذاب. يعني الحقيقة واحدة من أقدم البطولات المصرية، وفي نفس الوقت حضراتكم بتتكلموا على إيه؟ والله زي ما بتكلم كده، دور ال 32 أقدم بطولة في الشرق الأوسط، دور ال 32 في الكاس، ولو رجعنا نلعب الكاس القديم هتلعب دور الثمانية. كنت أعتقد مع بيراميدز على ما أتذكر، مش فاكر. لكن دور الثمانية في الكاس القديم هتلعبوا إمتى وفين وإزاي وعشان إيه، وهل اتلغى ما اتلغاش، إيه اللي حصل؟ محدش عارف حاجة. عدينا هنشوف الأيام الجاية هتقول لنا إيه. الفرق الثلاثة الحقيقة بتشارك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وطبعًا معاهم فريق بيراميدز. طيب. بيراميدز هيواجه لافينا من دون الدوليين، ولكن تم لسه تصريحات الحاج عامر، تم وضع مباراته في مارس الجاري بدلا من يونيو، لان لافينا بيلعب في دوري الدرجه الثالثه الذي انتهى، ومن غير المنطقي ان ينتظر ثلاث اشهر حتى يخوض لقاء الكاس. ماشي. هو على فكره الحاج عامر حسين في اخر تصريحه بقى، وده اللي انا كنت يعني بتكلم فيه من شويه، ان الحاج عامر حسين بيقول، بيختم تصريحاته بايه، ان مصير نسخه الموسم الماضي لكاس مصر لم يحسم حتى الان، واعلام مواعيد دور ال 32 للنسخه الحاليه لا علاقه له بالمسابقه الماضيه. مش تبقى حضراتكم عارفين، والله مش انا الخبر، ان انت هتلعب ممكن تلاقي نفسك في شهر 6 اللي جاي تلعب في دور ال 32 في كاس مصر 2021 22 ماشي، وبتلعب في الدور الثمانية بتاع 19 20 او 2021 او 2021. والله بتكلم بجد، مش بهزر. ادينا هنشوف اللي هيحصل في هذا الامر. يعني انت مثلا، معلش مش قادر اسيب الحته دي، يوم عندك الاسبوع ده مثلا، يعني احنا وصلنا لشهر 6 اهو، في يوم الاحد 2/6 مثلا، يعني انا ما اعرفش طبعا الحد ده هيبقى يوم كام، لكن الحد مثلا 2/6 تلعب دور ال 32 في كاس مصر اللي هو الحالي مثلا، وبعدين يوم الثلاث اللي هو 5/6 تلعب دور الثمانيه في كاس مصر اللي قبله. ادينا هنشوف اللي هيحصل ايه. كيروش يستعجل مكافئات امم افريقيا والبطوله العربيه حقه. راجل استعجل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش اللي بيتواجد كل يوميا الحقيقه في الاتحاد المصري لكره القدم للترتيب لمعسكر السنغال لكل المصر، العالم كله، المصريين كلهم في كل العالم منتظرين هذا اللقاء، هذا اللقاء الكبير ما بين المنتخب المصري والمنتخب السنغالي. قال ايضا هو مستني الحصول على المكافآت بالحصول على المركز الثاني في بطولة الأمم الإفريقية والحصول على المركز الرابع في البطولة العربية التي أقيمت في قطر وتأهل إلى نهائي هذه أو نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية. طبعا لازم حقه بصراحة أن هو ياخد المكافآت بتاعته. طيب دي كانت أخبارنا النهاردة، كل هذه الاخبار اللي حضراتكم سمعتوها زي ما قلت لكم النهارده، يعني النهارده التمرينه مفيش تمرينه في النادي الاهلي، الدنيا لطيفه.
لطيفه، الدنيا مفيش اي مشكله ان شاء الله. الله يكون في عونهم بصراحه. انا خايف حد يطلع بكره يقول لي اصل هو موسيماني اداهم يوم اجازه. يا جماعه من فضلكم خلينا مع المدير الفني للنادي الاهلي بيتسو موسيماني للمره الثانيه. وانا بس بقول في اخر الاخبار قبل ما استقبل الضيوف، لانه في ناس كتيره جدا بعتالي وبتسالني هو يا جماعه موسيماني جدد او ما جددش، عمل ما عملش، الكلام ده كله زي ما قلت لحضراتكم في بدايه كلامي ان موسيماني هو المدير الفني للنادي الاهلي حتى نهايه هذا الموسم. هذه هي الحقيقه وهذا هو الواقع وما فيش غير كده. ما اقدرش اقول حاجه ثانيه غير كده. كل واحد بيجتهد وكل واحد، ما عنديش مشكله ان كل الناس تجتهد، ولكن اجتهدوا في بقيه الانديه كمان مش النادي الاهلي بس. بقيه الانديه روح وقول والله انا شفت اسلام طالع من جوه النادي علشان هو بيتفاوض مع الفلان الفلاني والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده، لكن مش النادي الاهلي. كل حاجه موسيماني موسيماني موسيماني، جدد ما جددش، النادي الاهلي مش النادي الاهلي. ولكن النادي الاهلي اللي بيخش النادي الاهلي بيبقى كسبان دايما. انا الكلمه دي بقولها على موضوع موسيماني جدد ما جددش، مش فارق يعني، انا مش بتكلم عن موسيماني دلوقتي، بتكلم بشكل عام ان اللي بيخش النادي الاهلي. هل تتذكروا؟ محدش لا يتذكر مانويل جوزيه. مانويل جوزيه ده واحد من المدربين العباقره بجد، انا اتعاملت معاه وعارفه، واحد من المديرين الفنيين العباقره جوه الملعب وبره الملعب الحقيقه. ولكن مانويل جوزيه للاسف الشديد كان عنده تجارب خارجيه لم ينجح فيها، ولكن هو نجح في النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي دايما دايما بيحطك في المكان اللي انت عايزه وبيقف في ظهرك. منظومه النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي هو اللي بيضعك في هذه الامر. رحت عملت هنا وهنا وهنا وبعد كده محدش عارف، لكن اللي بيمشي من النادي الاهلي دايما كده بسيره. بلاش مانويل جوزيه بما اني منحاز ليه يعني، لكن بلاش مانويل جوزيه بيسيرو قال ايه وراح فين؟ راح بورتو البرتغالي، واحد زي واحد من اعظم الانديه في البرتغال يعني. قال لك انا غلطتي في عالم كره القدم، انا ما غلطتش كتير، غلطتي في عالم كره القدم ان انا سبت النادي الاهلي ورحت البرتغال. ليه بيقول كده؟ لانه كان يجد مسانده كبيره من كل الناس، من مجلس اداره، سواء من جماهير. هذا هو النادي الاهلي. مين المجلس الاداره؟ مش بيفرقش الحاجات دي مع حد، لكن احنا بنتكلم هو ده النادي الاهلي، هي دي منظومه النادي الاهلي اللي دايما بيشتغل عليها النادي الاهلي في ظل الضغوط الكثيره جدا جدا خلال هذه الفتره. ناس كثيره جدا بتتكلم تقول لي يا اسلام واحنا مباراه بيراميدز ومش مباراه بيراميدز. مباراه بيراميدز كابتن سامي قمصان امبارح طلع تصريح وقايل فيه انه كان هيبقى عندنا مشكله في مباراه بيراميدز اللي هي يوم 8 لو مباراه سان داونز هتبقى يوم 11، لكن مباراه سان داونز غالبا يوم 12، ما اعرفش هي نزلت رسمي يا شباب ولا لا، قولوا لي برضه. ف ننتظر نشوف ايه اللي هيحصل خلال الايام القادمه. خلاص يوم 12 رسمي، طيب رسمي رسميا، وبالتالي خلاص النادي الاهلي بيلتزم دائما بالجدول اللي محطوط له واللي متفق عليه، ما بيعملش مشاكل. طالما احنا متفقين على حاجه، طالما جدول انا التزمت بيه هعمله. النادي الاهلي كده، النادي الاهلي في ظل كل هذه الظروف بيبقى كده دايما. فخلينا في ظهر بعض الفتره دي، الفتره دي زي ما قلت لحضراتكم كده وزي ما دايما متعودين من حضراتكم معانا، المسانده واجبه في مثل هذه الظروف. شفتوا المسانده؟ النقد اتقلب لمسانده من بعد مباراه سان داونز. عملنا ايه في المباراه الاخيره امام فاركو؟ زي ما حضراتكم شفتوا، خلاص احتفلنا بمباراه فاركو وفرحنا واتبسطنا. من بكره من وقت التمرين الدعم والمسانده واجبه لغايه يوم السبت القادم. العدد المسموح به ان شاء الله في هذه المباراه 10 20 معرفش هيبقى كام، يبقى كله موجود، الاهلاويه كلهم يبقوا موجودين وفي ظهر فريقنا، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب هذه المباراه عشان نعود الى الطريق الطبيعي والمسيره الطبيعيه للنادي الاهلي مره اخرى، عشان عندنا بعد كده سفر بقى لجنوب افريقيا ونشوف الدنيا هيبقى فيها ايه ساعتها، هيحلاقها الف حلال. فخلينا دايما الدعم والمسانده، الدعم والمسانده حتى نهايه الفتره دي، وبعد كده بقى نروح للمنتخب ان شاء الله ان شاء الله، وكل الدعم وكل المسانده لمنتخبنا الوطني. ولن من يوم من اول ما يبدا معسكر المنتخب وحتى نهايه المباراه الثانيه لن يعلو صوت فوق صوت
اسم مصر ومنتخبنا الوطني ان شاء الله امام السنغال، ولكن تعدي بس الفتره دي مع نادي الاهلي. ده هيبقى غالبا بعد يوم 18، احنا اخر ماتش في افريقيا يوم 18، وبالتالي بعد يوم 18 ان شاء الله نبتدي بقى نركز مع المنتخب الوطني، وان شاء الله يكون الصعود يوم 29 مارس من السنغال ان شاء الله، و1 ابريل ان شاء الله يكون اسم مصر في القرعه اللي هتتعمل ان شاء الله في الدوحه، علشان نشوف ان شاء الله يا رب ده اللي يحصل. 25 و29 الكل ينتظر منتخبنا الوطني خلال الفتره القادمه، وان شاء الله يكون الاهلي نهى هذه الفتره صعبه جدا وهو اول هذه المجموعه ان شاء الله. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنتكلم عن مباراه يوم السبت مع ايمن جلبرتو واحمد الحنفي في لقاء هام جدا، وهنتكلم برضو طبعا عن مباراه امبارح، لكن هيكون كلامنا اكتر عن مباراه يوم السبت القادم الاهلي والمريخ. نطلع فاصل، وبعد الفاصل ايمن جلبرتو واحمد الحنفي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره احمد الحنفي وايمن جلبرتو. زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم عن مباراه امس الاهلي وفاركو ومباريات الدوري العام بشكل عام الحقيقه، لان احنا عمالين نشوف حاجات واخطاء غريبه جدا بتحصل مع كل الانديه. تيجي على النادي الاهلي ويقول لك لا اصله معلش يعني ممكن النادي الاهلي كسبان. النقطه دي الحقيقه مضايقاني جدا جدا في هذا الامر، مش عشان انا كسبان ما تدينيش حقي، انا عايز حقي زي ما بتديني حقي، والجانب الاخر والانديه الاخرى الدنيا سداح مداح، مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله في اي حاجه. خلوني ارحب بضيوفنا النهارده احمد الحنفي. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن، اخبار حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا ايمن؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ كله كويس؟ كله تمام. انتوا عامل ايه؟ كويس الحمد لله. طيب خليني برضو احمد ابدا معاك، قبل ما ابدا معاك وخلينا اقول لكم سؤال على الصفحه الرسميه لقناه النادي الاهلي. توقع نتيجه مباراه الاهلي والمريخ السوداني يوم السبت المقبل. مره ثانيه، توقع نتيجه مباراه الاهلي والمريخ السوداني يوم السبت المقبل. ان شاء الله هيبقى في فقره خاصه ان احنا نقدر نتكلم مع حضراتكم ونسمع كل ارائكم من خلال صفحة قناة النادي الأهلي. يا حنفي يعني خليني أبدأ معاك بالمباريات أو بمباراة الأهلي وفاركو امبارح، شفت هذه المباراة إزاي من وجهة نظرك؟ الأهلي حقق مكاسب عديدة كابتن بالفوز أمام فاركو. الأهلي استعاد الصدارة مرة تانية أمام فاركو. مكاسب عديدة، شفنا الأهلي بأداء ممتع امبارح، عودة الـ 4-2-3-1 بشكلها الممتع اللي بيمتع جماهير النادي الأهلي بشكل كبير جدا. عودة محمد شريف للتسجيل بعد غياب 65 يوم دي إيجابية مهمة جدا. عودة أو مش عودة بقى، إثبات إن محمد مجدي أفشة لاعب من رأيي أنا ملوش بديل في مصر في مركز 10، دي بانت قيمته امبارح وبتبان قيمته في مباريات كبيرة الحقيقة. طبعا أتمنى إن حسام حسن يعتبر أو يحس إن الفرصة بتيجي في لحظة. الفرصة ممكن تجي لك في لحظة، لو ما جاتلكش النهاردة هتجي لك بكرة، بس الشيء الايجابي في الموضوع انك تكون مستني الفرصه، وانك تكون اما الفرصه تجيلك تكون مستعدلها بشكل كويس علشان تقدر تادي. انت بتلعب في النادي الاهلي، مش نادي قليل، نادي كبير، اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في مصر، لازم تصدق نفسك ولازم تثق وتبقى واثق في امكانياتك، والجماهير بتدعمك، وان شاء الله باذن الله يكون ليك دور في الفتره الجايه باذن الله. البرتو طبعا لا، مباراه مميزه جدا للنادي الاهلي، زي يعني يمكن الفتره الموسم الحالي في تصحيح كتير لاخطاء في التعامل مع مباريات الدوري عكس الموسم الماضي. يمكن هناخدها من تصريحات فيتس موسيماني في اخر الموسم الماضي لما قال اوعدكم ان الامر هيبقى مختلف في الموسم المقبل، لاني ابتديت اعرف الدوري المصري بشكل افضل. النادي الاهلي بشكل عام ادى مباراه جيده، هي دي المباريات اللي لازم تحسمها من الاول، من اول دقيقه تبقى نازل ضاغط وحاطط في هدفك ان انت تستغل كل الفرص واقل الفرص عشان خاطر تسجل. شفنا امبارح لعب متنوع ولعب ممتع جدا من اللعيبه، يعني طبعا اكيد بتظهر بعض الاخطاء البسيطه ولكن ده وارد جدا في كره القدم ولازم نتعلم منها، لكن اهم حاجه ان هي فكره ان انت بتحسم الفوز بشكل مبكر عشان خاطر دايما تريح نفسك في المباريات. ويمكن في يعني استكمالا للارقام المميزه الاهلي عمل، يعني امبارح لو هنتكلم عن ارقام الاهلي بشكل عام بعد مباراه فاركو في الدوري، بنتكلم في 9 مباريات الاهلي كسب 8 تعادل في واحده مفيش هزيمه، بنتكلم في ان الاهلي مسجل 27 هدف كاقوى خط هجوم في الدوري، استقبل 8 اهداف كثاني اقوى خط دفاع في الدوري،
الشباك النظيفه للنادي الاهلي من 9 مباريات، بنتكلم عندنا 4 مباريات فيهم شباك نظيفه زي طبعا ما شايفين في الاحصائيه قدامنا. كمان نسبه المحاولات على المرمى الناجحه 52 محاوله من 130 محاوله على المرمى في 9 مباريات، عندنا 6 كور خبطوا في القائمين والعارضه، فيعني نتكلم في 6 اهداف كمان زياده كان ممكن يضافوا لرصيد النادي الاهلي لولا القائمين والعارضه. عندنا 3 اهداف من ركلات جزاء واهدرنا ركله جزاء واحده، 4 ركلات جزاء بس في 9 ماتشات في يعني الدوري، في فرق ممكن توصل في 9 ماتشات ل9 و10 ضربات جزاء، فنتمنى ان احنا لو لينا ركلات جزاء ناخدها على طول. يعني عايزك تبقى تحط لي بعد كده في الحاجات اللي زي دي الطرد اللي المفروض كنا حد الحكم يطرده. انا مش عايز اقول احتواء عشان الناس زهقت من الكلمه دي طبعا، فانا مش عايز اقول الاحتواء، لكن انا اقول لك ايه يعني. النهارده احنا او امبارح شفنا في مباراه الاهلي وفاركو ان كان يجب ان يتم طرد لاعب، طيب يبقى تقول لي برضو بعد كده. حاضر، توعدني. اوعدك. لا بجد انا جاهز الحاجات دي. الحاجات دي انا عارفك عايزك تكتب في وسط الكلام كده واحنا بنتكلم. الطرد الذي لم يتخذه او الانذار خدناه المفروض ما ناخدوش. محتاجه احصائيه لوحدها دي يا كابتن. نعم؟ محتاجه احصائيه لوحدها دي، جدول لوحده كامل للحاله دي. معلش يعني واحده يعني امبارح نبدا من امبارح. لويس ميكسوني مثلا الكوره باينه جدا ان الراجل واخد الكوره الاول وما خبطش الراجل عشان ياخد انذار. حمدي فتحي في اول لعبه بياخد كارت اصفر في حين ان زميله في فاركو، هنقول زميله طبعا في فاركو، طبعا عمل اكتر من خطا تقريبا خد انذار. انا عندي مشكله الحقيقه مع الحكام، مش عشان والله مش عشان حاجه، لكن انا كسبان يعني النادي الاهلي كسبان امبارح، انا ما بقولش مشكله، ما عنديش مشكله، لكن انا عندي انه يجب ان يتم تطبيق القانون على الجميع. خلاص انا يعني انا ممكن امسك احمد الحنفي احطه تحت ايدي كده واقع بيه اللي هي اسمها سوفليكس دي ولا المصارعه دي ولا شريف عبد الصيد. شريف عبد الصيد بيعملها الحاجات دي. الحاجات دي معموله في فرق بتعملها مع ناس وبتعدي وجون و3 نقط والدنيا ماشيه عندك في النادي الاهلي. ما هو انا لو بيتم تطبيق هذا الامر على النادي الاهلي ما خلاص انا مساواه في الظلم عدل، هقول ايه؟ لكن النادي الاهلي لو عدى من قدام حد واحد وقع يقول لك ده فاول على النادي الاهلي. لا ولو ما اتحسبش حاجه على النادي الاهلي، نفترض ان ما الكره عدت على حاجه في ماتش النادي الاهلي تخش في المؤامرات والتحكيم وخلاص، لكن انا والله انا بتكلم على حق النادي الاهلي، لا اتكلم عن شيء اخر، ماليش دعوه باللي بيحصل حواليا، لكن حتى المساواه في الظلم اسمها كده، المساواه في الظلم عادل. لما بيحصل ده في انديه اخرى بنتكلم على ان اخطاء التحكيم جزء. انا كان نفسي انا اقول بالظبط ان كره القدم، لكن في النادي الاهلي بتبقى مؤامره وتظبيط او اصل الاسلام ضغط على الحكام. صح. انا عمال من امبارح والله يقول لك اصل الاسلام مين اللي ضغط على جد كام حد؟ بيخش على صفحات الفيسبوك للحكام الحق ده اصله كان عامل لايك كذا. انا ما بقولش حاجه والله، انا كل اللي بقوله يا جماعه العداله، لو النادي الاهلي عليه ركله جزاء وهنتغلب بيها احسبها. على فكره الجمهور هيسقف لك، جمهور النادي الاهلي كله هيسقف لك لو هذه الحقيقه، بس لو بتعملها كده ومع كل الفرق مش مع النادي الاهلي بس، فانا عندي مشكله وهتفضل عندي لغايه لما تتحل. هو اللي بيحصل يا كابتن ايه؟ الفكره ان هو ما بيديكش طرد، بيديكش ضربه جزاء عليك عشان تبقى حاجه باينه. هو بيعمل ايه؟ يوم في بدايه الماتش مكتفك ب3 4 انذارات لاهم 3 لعيبه في الملعب، فيخلي الدنيا متكتفه معاك. بالظبط. عكس ما بيحصل في بقيه الانديه، يعني بتلاقي فاولات الاهلي بياخد، يعني فعلا الفاول بتاع حمدي فتحي اللي خد عليه انذار امبارح بيعدي كتير في الانديه. يعني هو حمدي فتحي ياخد الانذار ده؟ بيعدي كتير. ايوه بيعدي. ومودي ما ياخدش الانذار الثاني في المسكه. هات لي المسكه ثاني كده سمير، وما ياخدش المسكه في الكوره بتاعت احمد مودي في مجدي قفشه. فهي المعايير مش متزن. بالظبط. الاهلي ليه معايير غير كل الفرق، بالذات مع التحكيم. فدي يعني غريبه. طيب انا وهات لي المسكه لو عندك المسكه بتاعت حمدي فتحي. او يعني الفاول بتاع يعني دي مش فاول ومش انذار خلاص. كان ناقص ياخده ويطلع بره الملعب، ده كان ناقص ايه فاهم؟ لا ومودي زعلان ماشي زعلان بيتنرفز. هي ممكن تبقى مش انذار لو كره حمدي فتحي ما اتاخدتش انذار، فهنتكلم ان بس دي انذار بعيده عن انذار قصدي ان الحكم في الاخر يقول لك انا المعايير بتاعي انا بسيب الدنيا شويه، لكن هو ادى حمدي فتحي انذار الكره دي هنجيبها لانها مهمه جدا. بس انا بس هقارن، ودايما انا لما باجي اتكلم انا ما بتكلمش من منطلق ان انا بتكلم من الهوا، ان انا عندي لعبه تخيليه في دماغي انا تخيلتها خالص او جمهور الاهلي تخيلها خالص. حالات بتحصل قدامنا، حالات بتحصل قدامنا وبتحصل ان في فرق تانية بتقوم جايه زي ما بقول لك كده، بيبقى داخل ماسك وسوفليكس ولا سوفليكس وكل حاجه وتتحسب وهدف، ما عنديش مشكله، لكن احسب على ال 18 فريق.
مش لفريق واحد او لاثنين او لثلاثه او لاربعه. تفتكر الكره الموسم اللي فات بتاعت البنك الاهلي هدف ايمن اشرف الثلاثه والفار واتكلمنا؟ لا ده كتير. الكره دي لما اتكررت في مباراه البايرن ميونخ في نهائي في دوري ابطال اوروبا انا اتذكر في الوقت ده ميدو جاب حد حكم اجنبي قال لك لا دي جون 100% الموسم اللي فات عايز يرضي عايز ياخد جمهور الاهلي في صفه مثلا يعني كل واحد فينا بياخد. لكن اقصد ان يعني اهي كوره اتلغت ليه ما حدش مثلا اتكلم على ان دي مؤامره على النادي الاهلي وان تم حرمان الاهلي من هدف؟ اتكلمنا ان هي خطا تحكيمي عادي لكن نفترض ان الكوره دي كانت على النادي الاهلي واتلغت هدف اتلغى مثلا كان للبنك الاهلي واتلغى الدنيا قامت معاك. الدنيا هتقول كوره وادي دجله يا كابتن فاكر في الموسم السنه عبوية. اللي فاتت مع موسيماني السنه اللي فاتت مع موسيماني الاهلي خسر نقطتين بسبب التحكيم برضه. انا قصدي ماتش وادي دجله كان فيه هدف لوادي دجله اللي كان الماتش اعتقد 2-1 وهدف وادي دجله في الاخر والحكم حسب اوفسايد بقانون صعب جدا. الكره دي في ماتش اعتقد ليفربول وتشيلسي الاخير كره شبهها اتلغت حتى فان دايك بيطلع قال انا ما اعرفش الكره اتلغت ليه وانا لكن قالوا ان هي دي قانون وقت النادي الاهلي الكره دي اتعمل عليها وكان وقتها الاهلي متصدر الدوري فرق 18 او 17 نقطه. ايوه ما هو ناس عمالين يقول لي بعض ما لا يشجع الاهلي بيقول ايه يا عم انتوا كسبتوا ما انت كسبت كاهلي كسبت يا جماعه مش مساله ان انا اكسب لكن ده حقي. هو انا بدل ما اكسب اربعه امبارح كنت ممكن اكسب خمسه او سته يعني لو كان الطرد حصل كان ممكن النتيجه كانت ساعتها ثلاثه كانت ممكن تبقى اربعه كانت تبقى خمسه. رايح لعبتي بدري نعم الموسيماني يقدر يلعب بدري بدري اقدر اعمل حاجات كتير حاجه ثانيه يا كابتن اسلام حمدي فتحي في الانذار ده او مش الانذارات الرقميه انذار زي ده مثلا هي المعايير دي ما فيهاش انذار خد انذار جه الماتش اللي جاي عمل فاول ماشي هاتها ثانيه لو سمحت يا سمير معلش انا ما شفتهاش اهي يا نهار ابيض يعني لو دي انذار الثانيه لازم تبقى انذار. طيب يا جماعه يعني انا بجد مش هتكلم لا تعليق لا تعليق لا تعليق حضرتك دي خد عليها حمدي فتحي انذار الاثنين نفس الفكره الاثنين على القائمه من خلف نفس الفكره والاثنين على الخط والاثنين قريبين والاثنين كل حاجه ولكن ماشي انا مش هتكلم بقى انا كفايه عليا انا كلام كده بجد عشان انا الكلام اللي بيتقال ده كتير زي ما حضراتكم شايفين وانا مش هتكلم بقى خالص ولا عايز حد من الجمهور قال يتكلم لانه يقول لك ايه اصل لا زي ما حضراتكم شايفين بالظبط اللي بيحصل ده حمدي فتحي خد في الكره دي انذار ومودي ما خدش انذار مودي لاعب نادي فاركو ما خدش انذار ليه ما اعرفش يبقى انا اسال الكابتن محمد معروف في يوم من الايام لو انا ما زلت بشتغل هذه الشغلانه والكابتن محمد معروف بطل وجبته مره او شفته مره وسالته هساله السؤال ده لان السؤال ده نفسي اعرف اجابته. طيب السر الناحيه الهجوميه اللي كانت رائعه امبارح في مباراه الاهلي وفاركو بالنسبه للاهلي طبعا الاهلي كان متنوع امبارح الاهلي كان في روتيشن بيحصل في المراكز ما بين اللعيبه هنشوفه لما نقف على الشاشه كان في مرونه ما بين اللعيبه بنشوف احمد عبد القادر بيبدل مع قفشه بيشفت معاه في المراكز بنشوف ميكي سوني بيبدل مع قفشه قفشه كان عامل جيم هايل امبارح بالحقيقه من افضل ماتشات قفشه من فتره كبيره امبارح قدام فاركو. الاهلي في 4-2-3-1 بيكون عنده حلول هجوميه قويه جدا بيكون عندنا اكتر من حل بيكون عندنا الاطراف بيكون عندنا العمق بيكون عندنا محمد شريف اللي بيجد نفسه بشكل هايل جدا في 4-2-3-1 لانه بيجد اهم لاعب بيعرف يربط معاه في العمق هو محمد مجدي قفشه. الاهلي في 4-2-3-1 وتحديدا في الماتشات اللي احنا مش بنعاني فيها دفاعيا وما كناش بنستقبل لعب الاهلي بيكون جيد جدا في 4-2-3-1. يعني في رقم مميز جدا للاهلي هجوميا استكمالا لكلام احمد يعني ان وفي خريطه يعني معانا نقدر نستعرضها اللي هي توقيت اهداف النادي الاهلي تقريبا سجل في كل فترات المباراه كنا استعرضناها مره قبل كده ولكن المميز فيها في الاهلي بيسجل كتير في اوقات كتيره وكمان تحديدا دلوقتي اول ربع ساعه دي اكتر فتره النادي الاهلي بيسجل فيها. لا دي خريطه تمريرات قفشه بيبقى في اول ربع ساعه النادي الاهلي تقريبا سجل 7 اهداف من السبع اكتر وقت الاهلي سجل فيه اهداف هو اول ربع ساعه هنا ده تدارك تركيز وان انت من الاول عايز تحسم مبارياتك في الدوري ده تدارك لخطا كان الموسم الماضي ان الاهلي بينزل
يضيع فرص كتير في ايوه بالظبط يا دي احصائيه 7 اهداف يا كابتن اسلام في اول ربع ساعه، يليها الربع ساعه الثانيه الاهلي برده من اكتر الفترات اللي بيسجل فيها 5 اهداف بالتساوي مع الاخر ربع ساعه اللي هي من 75 ل 90. دي برده بتوريك ان في الاخر انت برده تبقى مركز في الاخر. الفتره اللي في النص دي اقل تسجيلا للاهداف، بنتكلم 4 اهداف في الربع الاخير من الشوط الاول، الربع الاولاني من الشوط الثاني يعني معدل ضعيف، سجلنا 2 و4 اهداف برضو في الفتره اللي هي منتصف الشوط الثاني. ولكن ان الاهلي سجل بنتكلم 7 و5 يعني حوالي 12 هدف في اول نص ساعه. نعم. ده تصحيح لخطا كان بيحصل الموسم الماضي. كمان تركيز مميز جدا في انهاء الهجمات. ان النادي الاهلي لما بيجيب هدف مبكر بيضغط بشكل سريع عشان خاطر يجيب هدف تاني ويقتل المباراه، فدي كلها حاجات ايجابيه في الشكل الهجومي للنادي الاهلي في الدوري. نتمنى ان احنا نستمر عليها لان في مباريات كتير على نفس شكله فريق، طبعا فرقه مميز، لكن اقصد لما بتتكلم النادي الاهلي مع الفرق اللي هي في منتصف الجدول لازم دايما يبقى هذا الاسلوب عشان ترتاح في بقيه المباراه. عايز تقول ايه؟ الجزئيه الاخيره اللي هي بتاع اخر ربع ساعه ديت الحقيقه موسيماني اتعادل فيها شكلا وموضوعا آخر الدوري ده اخر ربع ساعه. أوكي. احنا السنه اللي فاتت كنا لينا نهج كده واستراتيجي في الجيم بنتبعه ان احنا بنلعب لحد الدقيقه 75 ثم بيسحب لاعب من الشق الهجومي بنلعب بثلاثه في نص الملعب املا ان احنا نامن المباراه على كده وننهي الشكل بالنتيجه دي. في اوقات كتير يعني تعب كتير الفتره اللي فاتت فكان لازم يعمل كده. بالظبط. كان اوقات كتير الماتش كان بيتخطف مننا زي ما حصل في الاسماعيلي، زي ما حصل في طالع الجيش، حصل في ماتشات كتير وبنك الاهلي والجونه. موسيماني عدل الفكره دي ان انا حتى لو كسبان 1 أو 2 انا بكمل لاني انا لازم اكمل علشان انا الاهلي فلازم اكسب باكبر نتيجه متاحه واكبر نتيجه ممكنه. فدي تصحيحا لاخطاء الموسم اللي فات من باتسو موسيماني لازم نحييه عليها. طيب من تصحيح الاخطاء هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل كلامنا مع ايمن جلبرتو واحمد الحنفي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. طيب على الجانب الدفاعي بقى يا ايمن، امبارح كانت الامور اعتقد افضل شويه من السابق. اكيد يعني النادي الاهلي دفاعيا كل ماتش اكيد بيبقى فيه تطور، في ثبات في مستوى محمد عبد المنعم، طبعا احد مكاسب الفتره الاخيره. رامي ربيعه دلوقتي في الروتيشن زي ما احنا شايفين في خط الدفاع، رامي ربيعه بيلعب، ياسر ابراهيم موجود، محمد عبد المنعم ان شاء الله نطمن على بدر بنون في اقرب وقت، وكمان ايمن اشرف يرجع، لان وجودهم مع بعض اكيد بيبقى اضافه قويه للنادي الاهلي. ان كلهم جاهزين زي ما حضرتك كنت بتتكلم قبل ما ندخل، ضغط المباريات صعب جدا طبعا، ولكن في ملحوظه بسيطه طبعا على دفاع النادي الاهلي هنتكلم واحنا في الحالات اكتر. لازم الدفاع بتاع النادي الاهلي يبقى اجريسيف شويه في حته الضغط على المنافس عشان ما يديهمش فرصه ان هم يمرروا بشكل سهل ويوصلوا لمناطق الجزاء. دايما لما النادي الاهلي يبقى كسبان مثلا 3-0 في الحاله دي اعتقد الافضل حاجه ان انت تموت شويه الريتم، تمسك انت كوره، تخلي فرقه فاركو مثلا لو من ماتش امبارح كان فاركو هم اللي يجروا ورا الكوره ما يستلموش الكوره كتير، بحيث انت بتحاول تهبطهم لحد ما تمشي الماتش الاطول وقت أطول ان انت 3-0 وبالتالي حماسهم يبتدي يقل فالامور ما ترجعش معاهم بسرعه. يمكن هم فاركو الهدف الاولاني اللي جابوه بسرعه بعد 3-0 ده خلى في نشاط شويه عندهم، ف يعني كان في بيمسكوا الكوره بشكل افضل في بعض فترات المباراه لحد ما الاهلي خلاص جه على الشوط الثاني ويعني مول الامور، ولكن يعني كان فيها فرصه واحده نقدر نقول عليها اللي هي التصدى ليها الشناوي، ولكن فرصة المباراة وجهة نظري طبعا غيرت نتيجة المباراة 3-1 لو بقت 3-2 الامور هتبقى اصعب، واحنا زي ما بنتكلم الاهلي عنده ضغط مباريات، فطول ما في فرصة ان انت تدخر مجهود تمسك الكرة وتموت اللعب. انا افتكر في موسم 2008 و2009 مع مستر مانويل جوزيه كان كرة فلافيو جلبرتو الشهيرة اللي بتخلص ماتشات، بعد كده فرقة النادي الاهلي بتمسك الكرة بتموت اللعب اللي هي عارف لعبة ال 31 محدش بيمسك الكورة. صح. ليه؟ عشان خلاص ده مفيش وقت، انت لازم تدخر مجهودك. كان وقتها كان في اصابات كتير في النادي الاهلي وكان في غيابات، فكان موضوع صعب حتى كسكواد بالنسبه للنادي. ده نفس الامر دلوقتي، احنا طبعا في غيابات ولكن السكواد الى حد ما في البدلاء هم نفس مستوى الاساسيين، فدايما افضل حل ان النادي الاهلي اول ما 2-0 3-0 على طول الافضل تموت اللعب بشكل معين عشان خاطر ما تسيبش الفرقه الثانيه الكوره، لان كل الفرق في الدوري للامانه عندهم الحته الهجوميه يقدروا ان هم يسجلوا لو جات لهم الفرصه، فما تديش لاي حد الفرصه دي. يعني
محمد مجدي قفشه مختلف في العمق عن الخط. محمد مجدي قفشه كابتن بيجد نفسه في العمق، هو لاعب بيعرف يتحرك بشكل عرضي جيد جدا، لاعب بيعرف يربط الخطوط، لاعب بيعرف ينتشر في الملعب، دايما هتلاقيه بيربط مع الطرف الشمال، بيربط مع الطرف اليمين، رابط في العمق اوقات بيتحول لمهاجم تاني. قوه محمد مجدي قفشه وهتاخد نسبه كبيره قوي من الـ من الـ من اوبشنات كتير ادالك في الملعب في العمق، هتلاقيه دايما باين بينزل يستلم من خط الوسط ويطلع بالكوره، بيربط مع محمد شريف، اعتقد هو من افضل لعيبه تعرف تربط مع محمد شريف بشكل جيد قوي، بيتعامل معاه بسلاسه وبهدوء. شفنا ثنائيه برضو ايجابيه الماتش اللي فات، محمد مجدي قفشه واحمد عبد القادر، احمد عبد القادر لاعب ذكي، شفنا الروتيشن بيحصل بينه وبين محمد مجدي قفشه الماتش اللي فات، سواء هو بيخش كبلاي ميكر وقفشه بيطلع طرف او العكس بسلاسة من غير ما نحس ان في حاجه بتحصل في الملعب. فمحمد مجدي قفشه لاعب قوي، لاعب بيعرف يعني دوت مثلا الهدف الاول محمد شريف فينش عبقري من محمد شريف، لفت وسطه وفكرتنا بعماد متعب الجون ده، مظبوط فكرنا بعماد متعب، شريف متعب كان يعني اللفه بتجيب رواد صليب صعب جدا ما شاء الله يعني شريف. ده على ذكر المنظومه الدفاعيه، حابب اتكلم عن رامي ربيعه يا كابتن. رامي ربيعه احنا دايما بنميل ان احنا رامي مختلف عن من فتره قبل كاس العالم شيء وبعد كاس العالم، مظبوط، واحنا حتى الان دايما بنميل النادي الاهلي ان يكون في لاعب في المنظومه الدفاعيه عندنا بيعرف يلعب كوره. اوكي، الموسم اللي قبل اللي فات كان عندنا ايمن اشرف، الموسم اللي فات اتواجد بدر بانون بشكل هايل قوي وكان بيلعب اللونج بول وبيعرف يطلع الفريق بشكل فيه اتقان. رامي ربيعه الحقيقه في الفتره الاخيره بيعمل دي بشكل هايل، اللونج بول بتاع رامي ربيعه توقيت صح. رؤيه عنده دايما حسن تقدير الموقف، بانت في هدف قفشه الجون الثاني بتاع محمد مجدي قفشه ماتش فاركو، توقيت الباص مع الرؤيه بتاعته مش رؤيه مدافع عمرو السليه، مش بتاع عمرو السليه بشكل مش رؤيه يعني مدافع، حظ وحش. كانت نقطه مهمه قوي في تحولات الاهلي الماتش اللي فات رامي ربيعه واللونج بيل بتاعه، لازم نشتكي بيه. طيب هنطلع فاصل اخير وبعد كده نرجع من الفاصل، ايمن جلبرتو واحمد الحنفي هيكونوا واقفين مع حضراتكم على الشاشه بقى يشرحوا لنا ايه اللي حصل في مباراه فاركو امبارح، وايضا ايه هي اهم نقاط الضعف والقوه في مباراه المريخ السوداني ان شاء الله يوم السبت القادم بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، انا عامل النهارده حاله من الاحتواء لايمن جلبرتو ولاحمد حنفي. النهارده انا عامل لهم احتوينا على قد ما تقدر يا كابتن، احتوينا على قد ما تقدر. انا محتويك اهو، عامل ليه اكتر من ساعه كامله ساعه محتويك بقى، وبص اديك يعني كمان ايه تلت ساعه كمان وهي مش هتقدر تتكلم براحتك، منتهى الاحتواء ماشي. اهم حاجه انا بحتوي الناس كلها مش فرقه واحده، الاحتواء واجب مش حد واحد، مش الحنفي بس، انا بحتوي الناس كلها. طيب عندنا ايه النهارده في هذا الامر، خلينا نبدا مع حضراتكم ب ارقام النادي الاهلي وانت اتكلمت فيها دي ارقام دي احصائيات الماتش بشكل عام، احصائيات الماتش اتفضل قدام فاركو. طبعا اهداف هنتكلم اربعه الاهلي واحد فاركو، الاخطاء اللي على النادي الاهلي كانت 17 خطا على النادي الاهلي و25 خطا على فاركو، محاولات النجاح على المرمى 5 من 13 محاوله للنادي الاهلي، 4 من 11 محاوله لفاركو، نسبة الأهداف المتوقعة كانت 2.6 للأهلي 1.8 لفاركو، الاستحواذ طبعا كان للنادي الأهلي عفوا 53% ل 47، استخلاص الكرة النادي الأهلي استخلص الكرة 88 مرة و 77 مرة بس لفاركو، خسارة الكرة 46 مرة فاركو خسر الكرة، النادي الأهلي 24 مرة فقط، التمريرات الناجحة النادي الأهلي بنسبة 83% بنتكلم في 347 تمريرة صحيحة من 420، فاركو 81% نسبة تمريراتهم الصحيحة، العرضيات الناجحة النادي الأهلي عمل 4 من 10 فاركو عمل 7 من 12، دي يعني أبرز إحصائيات المباراة يعني. أرقام جيدة طبعا كل حاجة، حتى في خريطة للاستحواذ يعني بتبين إن النادي الأهلي ما فقدش الاستحواذ على الكرة إلا في فترة واحدة بس اللي هي من الفترة بين الدقيقة 15 الدقيقة 30 دي اللي فاركو سجل فيها الهدف، ولكن كان في سيطرة تامة من النادي الأهلي على مجريات المباراة يعني. وفي حنفي هجوميا الأهلي ظهر شرس، أنا سألتك السؤال ده وريه لنا بقى على الشاشة. فكرة إن الإكس جي يا كابتن 2.6 والأهلي سجل أربع أهداف، دي نقطة مهمة جدا لازم جمهور النادي الأهلي ياخد باله منها. الإكس جي ده اللي هو الأهداف المتوقعة المفروض الأهلي يسجلها في المباراة، لما يكون الإكس جي بتاعك 2.6 وبتسجل أربع أهداف يبقى انت عندك كفاءه محترمه في الشكل الهجومي، يبقى انت عملت جيم هجومي ممتاز. خلينا نشوف الاهلي كان بيطلع ازاي بالكوره، الاهلي اعتمد في الخروج بالكوره على اللونج بول، اللونج بول سواء
من رامي ربيعه او من عمرو السوليه. يعني لو شفنا الكره مع رامي ربيعه عنده كان كام اوبشن في نص الملعب ان هو يباصي، يعني هو عنده هنا حمدي فتحي وعمرو السوليه، لعب اللونج بول عشان نضرب دفاع الخط اللي كان معتمد عليه مجدي عبد العاطي، وطبعا انك تلعب قدام بيتس موسيماني دفاع خط فانت بتسلم نفسك لان الراجل ده بيلعب لونج بول متقن جدا جدا، وعنده اتنين لعيبه بيعرفوا يتحركوا بين الخطوط بشكل جيد قوي ورا الاثنين المدافعين سواء محمد شريف او محمد مجدي قفشه، وده اللي حصل بالفعل. لونج بول من رامي ربيعه اللي كان متوالي الامر ده بكفاءه كبيره قوي في ماتش فاركو، راحت الكره لمحمد مجدي قفشه اللي ضم بشكل هايل. محمد مجدي قفشه بلاي ميكر طبعا، من المفروض ان هو بلاي ميكر، يعني دي مش مساحه تحركه، بيتحول لمهاجم تاني وبيفنش الكره بشكل جيد جدا. نشوف الهدف الثالث برضو. ايوه نفس الفكره، الهدف الثالث الكره مع عمرو السوليه، طبعا كالمعتاد من عمرو السوليه عبقري في اللونج بول بتاعه، لعب لونج بول طولي في ظهر الدفاع برضو، استلم محمد مجدي قفشه بين خط الوسط وقلب الدفاع، تحرك بين الخطوط من محمد مجدي قفشه. ده مجدي قفشه ولا شريف ده؟ اعتقد ده قفشه. اوكي لا ده شريف، شريف ده شريف مظبوط. تحرك هايل من محمد شريف بين الخطوط، استلم الكره اللونج بول بتاع عمرو السوليه، ربط بشكل جيد قوي مع طبعا تشوف قفشه، قفشه بيتحرك فين، اتحول محمد شريف طرف شمال طرف يمين، ودخل قفشه في الصندوق او عبد القادر في الصندوق. كمله الكوره قفشه بيتحرك فين، انا عايزك تركز مع قفشه يا كابتن، طرف اهو الطرف شمال هناك اهو، قفشه المفروض بلاي ميكر، مشفت مع احمد عبد القادر اللي موجود جنب شريف قدام الصندوق اهو. كره لونج بول هايل من عمرو السوليه، وفوت ورك رائع من محمد شريف، فنش محمد مجدي قفشه اللي تحول لمهاجم تاني في لمح البصر. نفس الفكره في الجون التاني. رامي ربيعه زي ما قلنا واحنا قاعدين هايل في اللونج بول، هايل دايما شايف الملعب، توقيت اللونج بول جيد، عنده رؤيه جيده. هنا مثلا عنده اكتر من اوبشن، الفكره في اللونج بول مش ان هو بيلعب لونج بول وخلاص، الفكره انا عندي كام اوبشن متاح قدامي في اللونج بول وان انا ما العبوش ولعبته وبكفاءه جيده وقدرت ان انا استفيد منه. اتلعبت الكره يعني عنده اوبشن اهوت على الطرف محمد هاني، عنده ميكيسوني برده اهوت، وعنده حمدي فتحي على شماله، ورغم كده اصر ان هو يلعب اللونج بول اللي ملعوب في توقيت وبرؤيه جيده جدا، كنا ممكن نقدر نستفيد من عمرو السوليه. طبعا كالعاده ضربنا دفاع الخط، طبعا زي ما قلت لك كابتن تلعب دفاع خط مع بيتس موسيماني فانت ربنا يستر عليك، يعني لان الموضوع بيبقى صعب جدا. اتحرك عمرو السوليه بشكل جيد، عمرو السوليه كان عنده اكتر من اوبشن طبعا، ولكن سدد جدا بالعرض بشكل جيد، توفيق ما كانش معاه في الكوره دي. الاهلي ان هو نجح ان هو يضرب دفاع الخط بتاع فريق فاركو في الهدف الثاني، بانت في الهدف الثالث برضه بانت بشكل جيد. اللونج بول كان سلاح قوي جدا لينا في دفاع الخط، والدليل ان مجدي عبد العاطي الشوط الثاني تنازل عن دفاع الخط وبدا يلعب مان تو مان، لان لقى الموضوع صعب جدا عليه ولقى الموضوع مش هيقدر ان هو يكمل بيلعب ثلاثه يعني في الدفاع وبيلعب بيهم على خط واحد بالظبط، فالامر كان صعب جدا. واعتقد هو طلع في المؤتمر الصحفي وقال ان انا غلطت ان انا لعبت دفاع خط واحد. طبعا قدام بيتس موسيماني صعب قوي تلعب دفاع خط واحد، نتمنى ان كلهم يغلطوا. والموضوع بالظبط الاهلي كان القوات الهجوميه كانت معتمده لسببين، السبب الاول كان سبب تكتيكي ان كان في ربط جيد قوي قوي ما بين شريف وقفشه، شريف ومحمد مجدي قفشه. هنا احمد عبد القادر تحول لبلاي ميكر، نزل ياخد الكرة هو ويطلع الفريق، رغم ان ده المفروض دور قفشه، بس انا عايز اشوف، بص قفشه فين يا كابتن، بص قفشه فين، قفشه من المفترض هو بلاي ميكر بيجي في الطرف اليمين، وميكيسوني بيخش في العمق في العمق، ومحمد شريف بيتحول لطرف شمال. الروتيشن بيتم في سلاسه في هدوء، الشفتات بتحصل من غير ما تحس بيها، فده خالق مساحات، خالق حلول في الشق الهجومي، مخلي الاهلي قادر يلاقي اكتر من اوبشن دايما في الشق الهجومي. احمد عبد القادر طبعا لعب الكوره بشكل هايل لمحمد مجدي قفشه، استلمها قفشه. نيجي نشوف برضو الحاله الثانيه اللي معانا، نفس الفكره برضو بتحصل، ميكيسون استلم طلع محمد هاني، بص قفشه دايما رابط ما بين الطرف ده او الطرف الثاني، هنا تاو، بص اتحول تاو لمهاجم، دخل محمد شريف معاه، معلول فتح الملعب فبقى عندك اكتر من حل، معلول هيستلم الكره دي ويشوطها. فكره ان انت دايما بتخش بالاطراف انسايد لجوه، بيحصل روتيشن بسلاسه ما بيحصلش فيه لعبكه، فبتحس ان الامور معاك في اكتر من اوبشن متاح ليك، اكتر من حل في الشق الهجومي.
ده السبب التكتيك اللي كان مخلي الاهلي عنده حلول هجوميه جيده جدا. السبب الفردي بمنتهى الامانه ثنائيه احمد عبد القادر ومحمد مجدي قفشه جيده جدا. احمد عبد القادر بيعرف يشفت مع محمد مجدي قفشه بهدوء من غير ما تحس بيه. في ثانيه لاعب قادر تحول لبيمر لان هو اصلا بيلعبها بشكل جيد، وتلاقي قفشه راح طرف، تلاقي لو في حاله دفاعيه وعبد القادر عايز يدافع اكتر من قفشه، قفشه بيتحول لبلاي ميكر عشان دفاعيا هو مش قوي، وبيروح احمد عبد القادر طرف عشان يدافع مع علي معلول. دي كانت مديانه قوه. احمد عبد القادر عنده الحل الفردي في الواحد على واحد جاي جدا، فما بينزل ياخد الكوره ويطلع بيها بيكون قادر يشوف الملعب، بيكون قادر يتعامل لو قابله حد من الخصم. قفشه بيتحرك بين الخطوط بشكل جيد، فانزل يا عبد القادر هات الكوره وحركني بين الخطوط وانا قادر اشكل خطوره برؤيتي والباص الخطير بتاعي. تعال نشوف يا كابتن برضو، ممكن نشوف هنا حاله برضو لمحمد مجدي قفشه. قفشه في ثواني بيتحول كره لونج بول، بيتحول قفشه لطرف شمال، ونفس الفكره عبد القادر بيتحول لبلي ميكر بمنتهى السلاسه. انت هنا قصدك توصف ايه اللي بيحصل داخل الروتيشن اللي بيحصل في الشكل الهجومي. في الهجومي ده بيخلق مساحات كبيره للنادي الاهلي. تمام. طيب اروح لايمن، ايه المشكله اللي لفتت نظرك في هدف اللي دخل في النادي الاهلي؟ يمكن الهدف اللي دخل في النادي الاهلي زي ما كنت بكلم مع حضرتك واحنا قاعدين، فكره ان عدم الضغط بشكل قوي او اجريسيف على الخصم او المنافس بتاعك دايما بيديله المساحه او الفرصه ان هو يمرر او ان هو يشوط من بعيد، وبالتالي يخلق عليك خطوره في وقت انت مسيطر على المباراه ومستحوذ. يمكن هنا الكره اهي زي ما احنا شايفين بتاعه الهدف الوقفه مظبوطه تيقلي، لا باستثناء اللعيب اللي يعني ممكن يعني نتكلم. بص في كام لاعب من النادي الاهلي وسايبين الاثنين بتوع فاركو بيستلموا بشكل مريح جدا. أيوه. والمساحه نفسها بتاعه لعيب فاركو هو براحته، يعني هو بيلف براحته خالص وبيعدي وماشي خالص. بص المساحه كابتن فاضيه ازاي، بص في كام لاعب من نادي الاهلي، محدش بيضغط محدش بيمنعه، هو شاط براحته خالص. المسافه وسرعتها 99 كيلومتر في الساعه قويه جدا. محمد الشناوي حتى لما صد الكوره تمركز لاعبي النادي الاهلي لانهم كلهم كانوا واقفين، محدش قدر ان هو يروح على مهاجم فاركو اللي اتحرك بشكل سريع وحط الكوره بكل سهوله. فهي دي مشكله كبيره جدا. ولو نفتكر الجون حتى بتاع سان داونز في الماتش، كان ان في 6 لعيبه من النادي الاهلي متواجدين في محيط منطقه جزاء النادي الاهلي، ولكن سايبين الاثنين لعيبه بتوع سان داونز يتحركوا براحتهم. هنا نفس النظام، بنتكلم في 2 لعيبه من فاركو امام تقريبا حوالي 5 أو 6 لعيبه من النادي الاهلي، وبشكل سلس جدا بيتحركوا وبيروح يشوط الكوره وبتترد، وكمان في لعيب بيتابعها. فاعتقد دي يعني خطا النادي الاهلي لازم يتداركه في الفترات المقبله. حتى هنشوف نفس اللعبه تقريبا في الشوط الاول، يعني الكره هنا اهو برده دي كانت ضربه ركنيه، رجعت كره ثانيه لعيب فاركو استلمها بصاها لزميله. بص المساحه كابتن اهو، في حوالي كام لاعب من النادي الاهلي موجودين ولكن محدش بيضغط، كلهم واقفين في مكانهم. الراجل رايح، بص المساحه قد ايه يا كابتن اسلام، وبيشوط برده براحته خالص من غير ما يبقى فيه عليه اي ضغط من لعيبه الوسط او مدافعي النادي الاهلي. حتى دي بتدي فرصه ان انت لما بتضغط لا بتقدر تكشف التسلل. الكره الثانيه ممكن زي ما ردت كده من الشناوي تروح للاعب المهاجم بتاع فاركو، لان هو اللي جاي بوش لعيبه النادي الاهلي واقفين بظهرهم، فالموضوع صعب جدا. دي برده كوره اخطر هجمات اللي قلنا كره التحول اللي محمد الشناوي انقذها. بص يا كابتن اسلام، لاعب من فاركو معاه الكوره، حواليه 3 من لعيبه النادي الاهلي محدش فيهم يعني ضغط عليه بشكل قوي. الاثنين حتى هنا بتوع فاركو، عمرو جمال واعتقد ده لا شكري نجيب، بيتحرك هنا فضوا مساحه كامله للاعب بتاعهم الطرف الايسر، انطلق ولعب الكوره هنا. طبعا يعني يقظه الشناوي هي اللي انقذت النادي الاهلي من هدف كان ممكن يخلق مشكله. لكن انا هنا بس هنرجع سريعا، هي اللعبه دي عشان بس هي حاجه واحده بس. هنا كابتن اسلام اكتر من لاعب في النادي الاهلي ما ينفعش، دول 3 بس، وهنا في اللعيب الاهلي في 6 لعيبه من النادي الاهلي. فالنهارده المفروض في وفره عديه دفاعيه للنادي الاهلي، ان هم بشكل ما لو ضغطوا او لو لعيبه النادي الاهلي تحركت مع عمرو جمال هيخلقوا ان الفرصه دي ما تبقاش فرصه خطره، يعني هيضايقوا عمرو جمال، هيضايقوا اللعيب اللي بيباصي الكوره، مش هتبقى فرصه خطره ومش هيبقى فيه كل المساحه دي. فاعتقد النادي الاهلي دي المشكله الوحيده اللي لازم يتم التعامل معاها، لان هي في افريقيا ممكن تعمل لنا مشاكل لو ما قدرناش نسجل عدد كبير من الاهداف زي ما شفنا يوم ماتش سان داونز. خطا واحد في التمركز
تسبب في هدف لصن داونز، في حين ان احنا النادي الاهلي وقتها ما قدرش يستغل الفرص الهجوميه اللي اتيحت ليه، فعملت لنا مشكله كبيره. يعني اخر جزئيه في ماتش فاركو يا كابتن، عارف ان احنا طولنا في ماتش فاركو، بس اخر جزئيه محمد مجدي قفشه، انا فاكر لما كنا في الاهلي في المونديال حضرتك وقفت هنا وقلت ان محمد مجدي قفشه في العمق بيختلف تماما عن ما بيلعب على الفلانك على الطرف. احنا معانا خريطه للتمريرات بتاع محمد مجدي قفشه امبارح في ماتش فاركو، تعرف مدى تاثير محمد مجدي قفشه في العمق. بياخد حريه غير عاديه في ربط الخطوط كلها ببعض وبيروح على الطرف بالظبط. الطرف بقى انت بتكتف محمد مجدي قفشه، بتدي له مساحه ضيقه قوي ان هو يتحرك. يلا لو الخريطه جاهزه يا سمير، لما بيلعب في العمق، العمق بيكون مديك اكتر من اوبشن خيار، بيعرف يربط بين كل الخطوط، بيعرف يمرر باكتر من شكل، بيعرف يكون حل للتمرير لاكتر من لاعب. بص قدامنا الخريطه، شوف اتحرك في كم مكان محمد مجدي قفشه. محمد مجدي رابط كل الخطوط ببعضها تماما، ودي كومه قفشه، عكس ما تحطه على الفلانكه يتحرك في جزئيه واحده. يبقى انت عايز منه سبرنتات في الواحد على واحد كروسات، لكن اما بيكون بلاي ميكر لا، هيقدر يربط كل الخطوط ببعضها، يعرف يتحرك في مساحه كبيره، هتقدر تستفيد برؤيته وببساطته اللي فيها نسبه ريسك كبيره جدا في مساحات كبيره من الملعب. طيب بس خلينا ننتقل الى مباراه المريخ. المريخ السوداني واهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده في فريق المريخ. يعني ممكن قبل سريعا برضو نقاط القوه والضعف، بنحب ساعات نقول ارقام لان الارقام ساعات بتبقى ليها دلالات معينه. كابتن اسلام يعني لو استعرضنا ان المريخ السوداني في دور المجموعات هو لعب ماتشين بس، الماتش الثالث ليه مع النادي الاهلي، هو اتعادل في مباراه مع صن داونز بنقول على ملعبه في استاد السلام 0-0، وكسب المباراه الثانيه امام الهلال 2-1. المريخ بشكل عام قبل دور المجموعات هو بنقول لعب اربع مباريات ما بيكسبش خارج ملعبه، فدي برضو بيبقى ليها دلاله ان الفرقه لما بتلعب خارج ملعبها قدام جمهور ممكن الامور عندها بيبقى فيه مشاكل. قدام كان اكسبريس الاوغندي وزناكو الزامبي، سجلوا 6 اهداف واستقبلوا 3، فهم خارج ملعبهم دايما بيستقبلوا اهداف، ودي نقطه ايجابيه ممكن تكون لصالح النادي الاهلي ان شاء الله. حتى تاريخ المواجهات اللي بين الاهلي والمريخ التاريخ لصالح النادي الاهلي بشكل كبير جدا، 8 مباريات الاهلي والمريخ لعبوهم مع بعض افريقيا، النادي الاهلي كسب في 5 خسر مباراه وحيده، التعادل كان في مباراتين، النادي الاهلي سجل 16 هدف والمريخ سجل 7 اهداف. الاهلي ما خسرش تقريبا من المريخ في القاهره او في مصر اي مباراه، اخر مباراه كانت ما بين الاهلي والمريخ الاهلي قدر يكسب 3-0، كان برضه في مرحله المجموعات. اخر خساره طبعا نتمنى ان ما يبقاش في اي خساره، كانت امام المريخ في 2002 في اياب دور 16 كانت 3-1. فبنتكلم التاريخ والارقام وكل الحاجه هي في صالح النادي الاهلي ان شاء الله نستغلها، لان النادي الاهلي محتاج جدا الانتصار في مباراه المريخ السوداني. احنا في نقاط القوه والضعف. نقاط القوه والضعف يا كابتن في المريخ، القوه المريخ لعب ماتشين، تعادل مع صن داونز اول ماتش، كسب الهلال تاني ماتش 2-0، اللي سجل الهدفين السماني الصاوي. اوكي السماني الصاوي هو طرف يمين، ده يعتبر اقوى لاعب في الشكل، اقوى لاعب في الفريق كله. السماني الصاوي دوت اللي معاه الكوره هو لاعب بيلعب في الطرف اليمين، دايما بيسحب نفسه ان هو يخش في العمق علشان يستقبل الكوره الثانيه وعلشان يقوم بدور المهاجم الثاني. هو لاعب بيعرف يشوط بشكل جيد جدا من خارج المنطقه، وبيعرف يلعب جوه الصندوق جيد. ده طرف يمين اللي معاه الكوره دلوقتي، ده السماني الصاوي، ده طرف يمين. كمل الهجمه، كمل طلع هو الاسترايكر في ثانيه، سرق نفسه هو دوت، دخل جوه الصندوق هياخد الكره الثانيه، الكره هتتلعب كروس، اترفعت الكره كروس، ماشي الكره شويه اهو، اتنقل بسرعه، دخل مهاجم ثاني وهياخد الكره الثانيه. سماني الصاوي ده اخطر لاعب في فريق المريخ، لاعب سريع بيتحول بشكل مهم جدا وبشكل سريع من الدفاع للهجوم، لاعب عنده 31 سنه تقريبا، بيعمل لهم شكل 31 هجومي. سنه 31 سنه بيعمل لهم شكل هجومي، هو اللي مسجل الجونين، هو مسجل الجونين يعتبر هداف الفريق. ولو اتفرجت على الماتش هو اللي مديهم شكل هجوم، هما بيجمعوا عليه اللعب، بيثقوا فيه جدا، تجميع اللعب كله في الطرف اليمين، هو دايما بيسلم وبيسحب نفسه ويخش مهاجم ثاني جوه الصندوق. ده الهدف الثاني برضه في ماتش الهلال، نفس الفكره. بص هو بره، هو يا كابتن هو من المفترض فاتح في المساحه دي، في المساحه اللي هي في الطرف اليمين، سحب نفسه جه على الدايره عشان ياخد برده الكره الثانيه ويشوط بشكل مباشر يسجل الهدف الثاني. هو بيتحرك بشكل حلو قوي، استنى الكره اللي طالعه على الصندوق، فاحنا لازم ناخد بالنا منه. اي كره ثانيه لازم يبقى في لاعب مراقب السماني الصاوي، لان هو لاعب بيشوط بشكل جيد، هيسدد بشكل مباشر هيسجل الهدف الثاني لفريق الهلال. دي اهم نقطه قوه لفريق الهلال. لو نيجي نشوف ده طبعا شكل الفريق، هو بيلعب 4-2-3-1، شكل الفريق اهوت 4 هم 2 3 1
بيلعب بشكل طبيعي جدا. لعب ماتش الهلال الشوط الاول كان بيضغط من قدام، الشوط الثاني تراجع لعب ميديم بلوك، كان بيلعب كونتر اتاك لانه كان كسبان فما كانش مضطر ان هو يضغط من قدام. نيجي نشوف دي برضو شكل الفريق وهو بيهاجم 4-2-3-1 بشكل واضح جدا. هي الفكره كلها ان السماني الصاوي دوت سعد الدين بيسحب نفسه جوه شويه فيتحول لمهاجم ثاني ويعمل لهم كثافه جوه الصندوق. نيجي نشوف نقاط الضعف يا كابتن. اهم نقطه ضعف موجوده لفريق في فريق المريخ هي المساحه اللي موجوده دايما بين الخطوط. هو فريق سريع بيتحول بسرعه جدا بس عنده مساحات دايما بين الخطوط، دايما هيكون عندك فرصه انك تستلم ما بين قلب الدفاع وخط الوسط. هو هنا الكره كانت اتلعبت استلم ورا الثلاثه بتوع قلب الدفاع، هتلاقي الكره دي بتتكرر بشكل كتير قوي وعنده مساحه. بص الكره دي لو نقف عليها دي، بص كره في الطرف خط الوسط الثلاث خط الدفاع كله بيضغط على حامل الكره والديفندر ساحب نفسه جنب الطرف هناك هو تريح له هو، وهنا سايبين رقم 28 ده فاضي تماما مع المساحه مع كل حاجه يقدر يعمل فيها. في مباراه سان داونز كان عندهم نفس الفكره، الاخطاء ويك بس سان داونز اللي ما استغلوش بس عندهم مساحات، عندهم بين الخطوط مساحات. هنا طبعا فرصه هدف مؤكد وده ما حصلش. تاني نقطه ضعف موجوده بخيت عادل، رغم ان بخيت عادل دوت نقطه قوه، هو قوي جدا هجوميا وبيشكل خطوره هجوميه الطرف الباك الشمال، ولكن وراه مساحات دايما بطيء قوي في ارتداده، ما بيطلع يعمل دور هجومي بيتاخر في ارتداده. هو ده يا كابتن اللي عليه العلامه دوت، هو ده الكره اتلعبت، هو ما يعني الكره دي هتوصل ان هي تروح وتشكل خطوره، هو لسه ما رجعش، هو اتاخر اصلا على الاثنين اللي راجعين يغطوا وراه اللي هم قدامه دول اللي هو ورا ده. نكمل الكره، نكمل هجمه، هو لسه ما رجعش، هو لسه ورا، هو دوت الكره اهي زي ما هي، هو لسه ما رجعش، هو بطيء جدا. الحاله دي متكرره كتير، ماتش سان داونز ماتش الهلال بيطلع يعمل دور هجومي يتاخر ان هو ما يعملش يتاخر في الارتداد فيحصل مساحه نقدر نستغلها. الهدف بتاع الهلال نفس الفكره، هدف الهلال اتاخر في الارتداد، الكره اتلعبت بسرعه من 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 كورنر، الحارس لعب لونج بول طويل في المساحه بتاعته سجلوا منها هدف. عشان كده التحركات الهجوميه للنادي الاهلي في المباريات اللي هي في الدوري زي المقصه زي فاركو في مباراه مهمه جدا كده زي المباريات الافريقيه دي، المباريات الافريقيه المريخ هو في نفس مستوى، لازم نقول هو في نفس مستوى الانديه دي لانه فريق طبعا فريق صاحب تاريخ وفريق موجود في دور مجموعات دوري ابطال افريقيا، ولكن هم عندهم مشاكل دفاعيه واضحه جدا، واحنا السنه اللي فاتت شفناهم دفاعيا كان فريق متواضع جدا. نقدر نستغل السنه دي مختلفين الحقيقه وجهه نظري ان هم هم افضل لان هم يعني هم المريخ هم افضل طبعا. هو الفارق معاهم ده ان هم قاعدين معسكر هنا طويل جدا طبعا طبعا. انا بقول لك هو ده الفارق كمان، الملعب افضل، الملعب اعتقد الملعب افضل طبعا وريتم اسرع بكتير من السنه اللي فاتت. لكن ما يميز انا شايف ان هم الفتره دي افضل بكتير من الفترات اللي فاتت، والنادي الاهلي الفتره دي افضل كمان يا كابتن اسلام طبعا السنه اللي فاتت. فعشان كده نقدر نقول لا ان النادي الاهلي ان شاء الله مباراه المريخ لازم ياخدها ان هي انطلاقه ليه في دور المجموعات، لان في ثلاث هنتكلم في المريخ مباراتين هنا في مصر وكمان مباراه الهلال، دول تسع نقط، تسع نقاط ما يعني ما فهمش هزار بالنسبه للنادي الاهلي عشان خاطر الامور تبقى سهله، مش عايزين نخش في الحسابات المعقده يعني. يا رب ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا يا ايمن، وبشكرك شكرا جزيلا يا ابو حميد، انا بشكركم شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين. زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله احنا النهارده اخر يوم في الاسبوع، ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم ان شاء الله. ان شاء الله تكون انطلاقه جيده لنادي الاهلي يوم السبت امام المريخ. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم الاحد وحلقه جديده من البيت الكبير.